يا سما، انا عايزك تهدي كده وتجمدي. ان شاء الله هتخرجي من هنا والحكايه كلها هتخلص على خير، صدقيني. عمري ما تخيلت ان ماما ممكن توصلنا اللي احنا فيه ده، ولا حتى ان هي ما تقفش قصاد الانسان اللي عمل فينا كل ده. لا يا سما، ما ينفعش. انا عايزك تهدي كده وما تفكريش في اي حاجه وحشه. امير، هو فعلا ديما وايمان مع سلامه، ولا هما كمان نسيوني؟ وبعدين بقى، على فكرة أنا مش مضطر أكدب عليكي. اتفضلي حضرتك القهوة. ميرسي يا نبيلة. ريمس هانم. نعم. حضرتك اطمنتي على سما؟ اه طبعا، المحامي راح لها وطمني عليها وعمل الواجب برضه في الاسم، وبكره ان شاء الله هيقولي ايه الاجراءات اللي المفروض نعملها. تعالي يا نبيله، انا عايزاكي. افندم. اقعدي عشان نتكلم. معقوله برضه هقعد قدام حضرتك؟ يا سلام، ما قعدتي قبل كده 100 مره واتكلمنا فيه ايه؟ الكلام ده حضرتك زمان، ايام ما كنت واحده من اهل البيت ده. امال انت ايه؟ غريبه، وهفضل طول عمري غريبه. انا مجرد شغاله في السرايا هنا، يطلب مني حاجه اعملها بتفاني واخلاص. اخاف عليكي واخاف على البنات، لو شفت حاجه مش مظبوطه انبه حضرتك ليها، وانت حره تعمليها او ما تعمليهاش. بس أنا كمان حرة. أيوة، حرة إن أنا أمشي في أي وقت، حرة إن أنا أشتغل في المكان اللي أنا عاوزاه. لكن لو كنت من أهل البيت ده أكيد ما كنتش هقدر أعمل كده، لأن مفيش حد بيسيب بيته يا هانم. إيه الكلام ده يا نبيل؟ أنا من إمتى عملتك على إنك غريبة؟ من زمان، من زمان قوي، من ساعة الناس الحلوة ما سابت السرايا. أيوة، من ساعة السرايا ما بقى كل اللي فيها ما بيفكرش غير في نفسه وبس. لا، الكلام ده مش حقيقي. لا حقيقي حضرتك، طول عمرك بتعاملي الناس اللي في السرايا على إنهم عبيد عندك، لازم يفهموا اللي أنت عايزاه ويقرروا اللي أنت عايزاه، حتى طريقهم لازم ياخدوا الطريق اللي أنت رسمتيه لهم. ريمس هانم، ممكن أسألك سؤال مهم قوي؟ اسألي يا نبيلة. ايه اللي كان بينك وبين سامي قبل ما تتجوزيه؟ ايه؟ قصدك ايه؟ معاملته ليكي. بتقول انه ماسك عليكي سر بيحاول يهددك بيه. انت بتحاسبيني على حياتي ولا ايه؟ لا طبعا، انا مش من حقي ابدا احاسب حضرتك، انا بس عاوزه حضرتك تفوقي. ولو كان في حاجه مخوفاكي او هو مخوفك بيها، ده وهم في عقل حضرتك، لأنه لو فعلاً مسك عليكي حاجة كان أكيد هيستغلها، إن كان عليه هو مش عاوز يشوفك في الوجود. بص يا نبيلة، أنا فاهمة أنت قصدك إيه، وعارفة إني خايفة عليا، بس وحياة العشرة اللي بينا في الآخر هتعرفي أنا استحملته ليه. يا نبيلة، من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. طيب، ممكن أستأذنك أخد أجازة يومين أروح أشوف ولادي واجي؟ بس ما تتأخريش، السرايا من غيرك ما بتبقاش حلوة. متشكر. من ضحك أخيرا يا سامي. مساء الخير، عندي ميعاد مع الباشا. اهلا اهلا يا سامي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا فندم؟ وحشتيني والله يا فندم. ابراهيم عبالي لحظه واحده يا حبيبي. انا عارف انك بتعزني وانا كمان بعزك. القلوب عند بعضها يا فندم، ربنا يخليك. اهلا اهلا بيك، منور مصر كلها. منور يا سامي، فضلك. اهلا بيك. انا اسف يا باشا اتاخرت عليكم. ولك يا عطف، انا عاوز اقعد النهارده مع الناس اللي بحبها بس. ايوه يا باشا، بس في موضوع كده مهم كنت عايز اكلمك. عاطف،
مش عاوز اتكلم في الشغل نهائي، لا في شغل ولا في مشاريع ولا في اي حاجه خالص. انا من حقي ان انا اقعد مع اصحابي. اتفضل 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 اتفضل. من حقي ان انا اقعد مع اصحابي، قاعد بصفي فيها ذهني. اتفضل 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 يا سيادتك. حضرتك ده من حقي. حقك طبعا يا باشا، ربنا يكون في عونك. الناس ازاي حضرتك لازم تعمل كده كل فتره. بعد اذنك اتفضل اتفضل. بصراحه الباشا متعب قوي. ايه تعب طبعا. بقول لك ايه، عملت ايه مع سما؟ الموضوع ده انا عايزه يخلص في اسرع ما يمكن، انت فاهم؟ طيب اوكي اوكي، مع السلامه. يا سما، اخبار مشاريعك ايه؟ يا باشا انا كل اخباري عن الشغل، وساعتك لسه قايل عايز تريح دماغك، يعني ما ينفعش اتكلم في الشغل خالص. لا يا حبيبي انت فهمت غلط، انا مش عاوز اتكلم عن الشغل، لكن احب اسمع اصحابي وهم بيتكلموا عن شغلهم ومشاريعهم وعن احلامهم اللي جايه. الباشا عايز يعرف ايه مشاريعك في المرحله اللي جايه. بص يا باشا، اللي في دماغي هو اللي تؤمر بيه. انت سعادتك تعرف كل حاجه، انت المعلم الكبير، تعرف كل حاجه عن السوق، وانا على من يعرفا صرت له عبدا. سامع، اتعلم على اصول عشان اه يا باشا. بعد ما عندكم يا باشا والله. يا رماس، انا ما جيتش معاك ليه؟ حاضر. جايز الراجل ما بيحبش حريمه يسهره. بعدين ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. ماشي يا باشا. اهلا 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 بالباشا الكبير. اهلا بيك، نورتني. نورت يا باشا. اتفضل اتفضل. ايه ده؟ اوعى تقول لي انك ما تعرفوش. البلد كلها في جيبكم بقى. الصغير في جيبنا الصغير. الله عليك، انا سمعت ان هو هيمسك منصب كبير قوي في البلد. سمعت؟ لا ده انت لازم تبقى متاكد. طب بقول لك لطيفه، ايه؟ ما تعرفني عليه. هيحصل، ما تستعجلش. النهارده في حفله عشاء على شرف الباشا الكبير. هو دلوقتي بس مع بهاء بيتكلموا في مشاريع صغننه قد كده، وبعد كده هننضم ليهم. ما تستعجلش، هينوبك من الحب جانب. الله عليك. امال ايه؟ ايوه حاضر. ماما ماما ماما، فين؟ ايه اللي حصل لها؟ اتكلمي. ما اعرفش، جيت من بره لقيت طبقها بيقول لي انها وقعت من طولها وشالوها وداها اوضتها وما عرفتش اتصرف. ونبيله فين؟ بكلمها من الصبح ما بتردش. انا هطلع لها. طيب ما تقلقيش يا ماما، هتصل بالدكتور. الو، معايا يا دكتور؟ لا لا لا، انا الحمد لله انا بخير، ما تقلقش. هي بس حماتي هي اللي تعبانه شويه. اتجوزت. ربنا يخليك يا دكتور. انا بس هبعت لك العنوان دلوقتي في مسج، بس هحتاجك تيجي بسرعه والنبي. خلاص هستناك. الف شكر يا دكتور، الف شكر. ان انا بحبك قوي، وان انا ما اقدرش اعيش من غيرك خالص. بس اللي انت بتعمليه ده كتير، واللي انت عملتيه كان اصعب. انا عايزاكي ترجعي وتخفي وتقومي بالسلامه، بس مش عارفه لما هترجعي هتعملي فينا ايه تاني. ايمان، أنا كلمت الدكتور يا حبيبتي، هو جاي دلوقتي على طول. أنا لازم أكلم نبيلة أشوف هي إزاي سايبة ماما كده. إيه يا نبيلة؟ أنتِ فين سايبة ماما تعبانة كده لوحدها؟ أيوة، أنتِ رحتي فين يعني؟ طب يلا بسرعة. شايف؟
دي صور العيلة كلهم كانوا موزز. ايه ده ايه ده؟ استني استني ارجعي. مين دي؟ دي جدتي الله يرحمها. شايف كانت حلوة ازاي؟ اه ما شاء الله زي القمر فعلا. انت عارف ماما كان دايما بتحكي لي حكاية غريبة قوي على جدتي. حكاية ايه؟ كان بتقول لي زمان جدته وهي صغيرة كانت قمر حلوة قوي، باباها كان بيحبها جدا بس كان عايزها تروح المدرسة عشان في الوقت ده كان عندهم في البلد مدرسة. طب حلو، برافو. ايوه بس كان في مشكلة، ان الانجليز كانوا في البلد في الوقت ده. اه الانجليز والست زي القمر. قولي لي امان الحقيقة، قولي لي اللي حصل، خطفوها ولا عملوا ايه بالظبط؟ قولي لي، انا هستحمل بس قولي. خطفوها ايه بس، انت دايما كده خيالك واسع. لا طبعا، العيلة كلها كانت بتخاف عليها جدا، مش عايزينها تخرج من البيت خالص، بس جده كان مصمم ان هي تروح المدرسة. عارف مامتها كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل ايه؟ كانت بتخبيها. ايه بتخبيها دي؟ والله كانت كل ما تيجي خارجة من البيت تجيب لها طرحة وتخبي فيها وشها. اه ماشي خلاص بقى، ظروفهم كانت صعبة معلش. أنا حاسة إن أنت بتتريق، على فكرة أنا بتكلم بجد. ستي والله لا بتريق ولا حاجة، يا ست فعلا زي القمر ما شاء الله. طب أنت عارف ماما كانت بتقولي إيه كمان؟ إيه يا ستي؟ كانت بتقولي إن جدته كان لون عينها بنفسجي. لا كده هتريق، لا كده أنت جبتي آخر. إيه بنفسجي؟ والله بتكلم بجد. يا بنتي ما نزلتش في ألوان العينين دي. طب عديها. عديها حاضر. عارفة بقى إن أنت زي القمر؟ في إيه؟ استنى استنى استنى. أيوة أيوة أيوة. أيوة أيوة إيه؟ بنا كبيرة؟ حصلها إيه؟ مالك يا دنا؟ اهدي يا دادا، مفيش حاجة والله العظيم، هي كويسة وزي الفل. أنا اللي زعلتها، أنا قلت لها كلام صعب أوي، بس أعمل إيه؟ أنا كنت عايزة أفوقها. يا حبيبتي الدكتور طمنا والله هي كويسة، ما تقلقيش. أنا لسه أنا لسه. يا دادا يا إيمان يا إيمان، في إيه يا يوسف؟ تعالي بس، لسه بقول لك أنت حلوة أوي وعينين بنفسجي. بنفسجي إيه بس؟ ماما تعبانة سيبني مش وقت. يا بنتي ماشي. انت عارف امتى هتحس انك مش خايف ولا قلقان؟ لما تبقى اكبر من بهاء. اوعى تفتكر ان بهاء ده قوي، انت ممكن تبعده في اي لحظه عن طريقك. صدقني يا حبيبي، اللي زي بهاء ده عند اللي مشغلينه زيه زيك بالظبط. انا مش فاهم انت تقصدي ايه. اقصد ان بهاء ده ما يتخافش منه ولا عاطف ده يتعمل له حساب، دول شويه عرايس محركينهم اللي فوق واحنا شوية عرايس بيحركنا بهاء. انت بقى عشان تبقى قوي وتقف قصاد كل الناس دي لازم تقطع الخيوط. عندك حق، بس انا مش فاهمك، انت معايا؟ عايزاني؟ بتحبيني ولا بتكرهيني ولا ايه الحكاية بالظبط؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه السؤال ايه؟ انا مش فاهم اي حاجة. ابعد، تعالى، روح اضرب في المليان. رماز دي كوخة، اوعى تقرب منها، لا قرب منها، خد اللي انت عايزه وبعدين اخلع. انا عايز افهم ايه الحكاية بالظبط. انا رجلي بره ورجلي جوه. بترسيني، انا دماغي متظبطة مش عايزة تبقى متلخبطة. انا عايزة اسد اللي عليا ومش عايزة اعمل حاجة غلط. انت عايزة بقى واحد حرامي يسرق لك وتبقي انت في السليم وبريئة ومالكيش اي دخل. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما هو مفيش كلام غيره. انا عايز اعرف انت بتحبيني ولا كل الحكايه واخداني عشان اسدد لك ديونك وخلاص. انت راجل غبي على فكره. استني بس، انت ليه زعلتي؟ لا ما هو مفيش اي حاجه تزعل، انت قلتها لا سمح الله. طيب انا غبي ليه؟ عشان انا طول الوقت عايزه اقول لك كل اللي جوايا وبحكي لك كل حاجة بمنتهى الصراحة وانت مش فاهم. انا فعلا مش فاهم، انت بتعملي حاجات عكس بعضها. عارف ليه؟ ليه؟ عشان بحبك. ايوة انا بحبك يا سامي، بحبك. انت دخلت قلبي، لو ما كنتش دخلت قلبي كان زماني موافقة على اي حاجة انت بتعملها او اي حاجة انت بتقولها. انا مشكلتي ان انا خايفة عليك، خايفة انك تتضر بسببي. اقولك على حاجة كمان، انا بحبك لدرجة انا مش مصدقاها. انا طول الوقت بفكر فيك، مفيش لحظة بتغيب عن خيالي لدرجة ان انا فكرت اهرب. تهربي تروحي فين؟ اروح مطرح ما جيت، انا خايفة اتعب، مش عايزة اتوجع تاني يا سامي. أنا مش عايز أشوف البطاعة دي تاني طول ما أنا موجود.
أنا طول عمري قلبي هو اللي تعبني، هو اللي وجعني، هو اللي بيعذبني. بس عارف المرة دي عذابه حلو قوي. الله عليكي، أنا بحبك قوي قوي. انت رايحة فين؟ أنا عايزة أروح أطمن على ماما. يا حبيبتي سيبيها تستريح، ما الدكتور طمنا عليها وقال لنا إن هي زي الفل. وبعدين ما نبيلة معاها جوه. يا يوسف، نبيلة حاجة وأنا حاجة تانية خالص. أنا عارفة أنت مش هتفهم يعني أنا قصدي إيه. ها؟ أنا آسفة يوسف، والله والله مش قصدي. لا قصدك يا أمان، أنت بتذليني عشان أنا يتيم يعني؟ لا قصدك، لا قصدك. أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنت يطلع منك جملة زي دي يا أمان. والله العظيم ما تحلفيش، ما تحلفيش يا أمان. أنا لولا بس الظروف المريرة اللي إحنا بنعدي بيها دي كانت علاقتنا كلها انتهت. بس لو اتكررت تاني يا إيمان قسما عظما. هي بقت كده؟ تصدق ان انا صدقت ان انت زعلان يا رخم. انت عشان هبله. طيب انا هصالحك، هبوس دماغك، ايه رايك؟ لا تصالحيني ايه وتبوسي دماغي ايه؟ انت فاكراني سهل كده؟ لا 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 والله. لا انا زعلان، ابعدي عني. طيب لو قلت لك علشان خاطري. عشان خاطري. بصي، هو يعني خاطرك ده ملوش لازمه عندي قوي يعني، بس يلا هعديها. بصي من انت مستك ان انت اتجوزتي راجل عظيم. راجل متسامح. راجل متساهل، الحاجات الصغيره دي ما بتفرقش معاه. فيعني يلا اعمل خير وارميه بحر. عارف يا يوسف؟ ايه؟ انا دلوقتي خلاص ما بقتش خايفه من سامي ولا من اي حاجه في الدنيا. ايمان، انا مش عايزك تخافي من سامي ولا من اي حد ولا من اي حاجه طول ما انا جنبك اصلا. وعارف؟ نفسي نبتدي كده حياه جديده مع بعض، نسافر ونعمل كل حاجه حلوه. هنعمل كل ده واكتر. الدنيا دي كلها اصلا مخلوقه عشان احنا الاثنين. ممكن يلا بقى؟ يلا. حاضر. ايه ده انت جيت؟ انت ازاي تدخلي كده من الباب؟ مش تخبطي الاول؟ امشي اطلعي بره. وطي صوتك، الهانم تعبانه ونايمه، انت كانت هتموت. الف سلامه والله. المس هانم اصحي عشان تاخدي الدواء. مش عايزه يا بيتا، مش عايزه. لا ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها مش عايزه، هتاخدي الدواء. روحي روحي. يلا. يلا حبيبتي. امسكي. مش عايزة. العاية ما فيهوش دلع رماس. لازم تاخدي الدواء علشان تخفي. اسمعي الكلام. يلا. يلا. بالشفا ان شاء الله. نامي نامي. نامي يا قلبي، ارتاحي، انا مش ازعجك، انا قاعد برا. ايه ده يا يوسف؟ وانت لسه ما لبستش؟ ماما مستنيه بقالها ساعه عشان نفطر معاها.
في ايه يا ايمان؟ انا مش جعان اساسا. ايه هو اللي فيه ايه يا ايمان؟ انا هموت من الجوع. يلا. طب ماما عامله ايه؟ ها؟ ماما عامله حلوه. ايه الخفه دي؟ ايه اللذاذه اللي انت فيها دي اساسا؟ طب يلا 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 يلا، شكلك هتاكلينا كمان شويه. يلا يلا. زعلانة مني؟ أنا مش زعلانة من حد. طب يبقى خلاص سيبيني أساعدك. لا مش عايزة حد يساعدني. لا ما أنا مش هسيبك. من فضلك يا نبيلة، أنا مش زعلانة من حد، مش عايزة حاجة من حد، اتفضلي وسيبيني لوحدي. صباح النور يا حبيبي. صباح النور يا عروسة. أنا ملاحظ كده يعني إن أنت ما بتخرجش. أنت ما عندكش حاجة تعملها؟ لا ما عنديش. عاطل يعني؟ أشوف لك شغل؟ والله ما عارف أقول لك إيه. بتهيألي إن أنا حتى لو حاولت أشرح لحضرتك أنا بعمل إيه مش هتفهم. طب يا ريت تشرح لي عشان عاوز أفهم. طيب نحاول. أنا شغلي متوقف على إبداعي الشخصي، وأنا بقى الفترة دي مدي نفسي أجازة. يعني إبداعك الشخصي ده واخد أجازة لحد إمتى؟ هو في إيه؟ هو في مشكلة؟ في مشكلة كبيرة جدا. حضرتك مبلط هنا في البيت، واكل شارب نايم، لحد إمتى يعني؟ براحته يا سامي. الله، بيت مراته يعني بيته، ياخد أجازة شهر اتنين براحتك خالص يا حبيبي، دي حاجة تخصك وأنت. دول لسه في شهر العسل. عن إذنكو. اتفضلي يا قلبي. أصل يا حبيب قلبي الجواز ده مسؤولية ومحتاج مصاريف كتيرة قوي. هو أنا بقول نكت؟ أنت بتضحك على إيه؟ ها؟ لا 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 لا، بتقول نكت ولا حاجة. لا أنا بس معجب بكلامك شويتين. طب كل حلاوة عشان أنت محتاج لها، عشان الحلاوة اللي جنبك دي. القهوة هنا. مش عايزة، ضغطي عالي لوحدي. تحت أمرك. نبيلة تعالي هنا. في ايه؟ عامله كده ليه على الصبح؟ مفيش حاجه هنا. انا تحت امر حضرتك، واي حاجه حضرتك هتطلبيها انا هعملها على طول. شوه ارجوك يا نبيله بلاش طريقتك دي، انا مش ناقصه. عملتي ايه في موضوع سما؟ كلمتي المحامي؟ كويس انك فكرتيني، هكلمه. روحي انت. انت فين يا متر؟ طيب خلاص، المهم عملت ايه في المصيبة اللي سما وقع فيها؟ اللي انت بتقوله ده انا مش فاهمة حاجة. مش لازم افهم، لكن لازم تخرجها بأي طريقة مهما كانت الكفالة، ان شاء الله ملايين. زي ما قلت لك لازم الأستاذ سامي هو اللي يتنازل عن المحضر. لو طيب انا هسيبك مع الانسه سما. خمس دقايق كده. اتفضل. ايه يا سما خير؟ كويس انك جيت يا امير، عايز اتكلم سلامه ضروري قوي.
انا قايل لك ان هو كويس يا سما، ما تقلقيش. طب معلش كلمه لي. حاضر يا ستي، هكلمه لك. يلا. سلامه. سما وحشتيني يا حبيبتي. وانت كمان وحشتني قوي. سلامه، انا بحبك قوي، انت اغلى حاجه عندي في الدنيا دي. مدام رماسي يا فندم. اتفضلي. صباح الخير. صباح الخير. انا عارفه ان الزياره جت متاخره، وعارفه اني كان لازم اجيلك من اول يوم انت وصلت في مصر، بس معلش غصب عني كان عندي كده ظروف ملخبطه شويه في حياتي. على فكره انا كان لازم اكلمك من زمان واعتذر لك، اعتذر لك عن اخطاء كده وقعت فيها انا وكمال الله يرحمه، يعني بخصوص الشركه والتعاملات اللي كانت بينا. انا اسفه. انا بشتغل في البيزنس من زمان لكن لسه ما اتعلمتش. انا كنت فاكر ان انا فاهم السوق كويس قوي وعارف مين بيحركه، لكن للاسف الشديد بقى اتضح ان انا مش فاهم اي حاجه وانا لسه صغير. سامي انا ما عنديش وقت لكل المقدمات دي، اختصر، عايز ايه؟ ليه بهاء؟ بهاء كارت محروق وكل الناس عارفه تاريخه، واي تعامل معاه هيبقى مشكوك فيه. الناس دلوقتي في مصر ما بقتش زي الاول، الناس بتاخد بالها من الصغيرة قبل الكبيرة، والناس بالنسبة لها بهاء ده حرامي. أنا كل اللي بيني وبينه قضايا وانتهت لصالحه. ده بالنسبة لمين؟ للصحافة والقانون ماشي، إنما بالنسبة للناس، الناس لسه حاسة إن هو مدان وإن اتعمل المستحيل عشان يرجع ويشتغل تاني، وأول حاجة هيقلوها إن اللي وراه هم اللي عملوها. طب وانت جاي دلوقتي تقول الكلام ده ليه؟ ها؟ أنا جاي أقول لسعادتك إن الوجوه الجديدة هي اللي هتكسب الأيام دي. الوجوه دي تبان إنها لسه طالعة عشان خاطر تعبت وجي وقتها. وجوه هتقول للناس إن التغيير كبير جدا، وإن أي حد يقدر يطلع السلم وبمنتهى البساطة. سامي هو اللي دمر العلاقات اللي بيننا وبينك. حتى المعاملات المادية اللي كان المفروض إنها تتعمل هو اللي اتراجع عنها ومرضيش يكملها. ما بيهموش اي حد، ما بيهموش غير نفسه وبس، اناني جدا. يا ترى شكوتك منه باعتباره افسد شركتك ولا باعتباره زوج متعب؟ مش هكدب عليك، انا برضو اتخدعت فيه كزوج، بس مش ده المهم. المهم انه لو كبر اكتر من كده هيدوس على كل الناس، مش هيعمل حساب حد. سامي مش عايز يبقى مجرد رجل أعمال، لا، ده عايز يبقى أكبر رجل أعمال في مصر، يبقى مؤسسة متكاملة. فضل. بس احنا ما بنبيعش الرجالة بتاعتنا. أنا ما قلتش كده لا سمح الله، أنا خايف بس على المنظومة، والأمور كلها متشابكة، والمصالح صعب جداً إن احنا نفصلها عن بعض النهاردة. أي حد مشكوك فيه هيتعمل عليه علامة إكس. الوجوه الجديدة هي اللي ممكن تشتغل لفترة طويلة جدا من غير متاعب ولا مشاكل. أقول لسعادتك على حاجة، المشكلة مش في الناس، لأن عارف إن الناس ما تهمكوش ومش مشكلتكم. المشكلة دلوقتي في الحكومة. المشكلة إن الحكومة بتخاف إن أي حد يتقال عليه ان هو غير سليم، وانه عليه علامه استفهام، وان تاريخه مشكوك فيه. معنى كده ان بهاء ده ممكن يخرج بره القايمه، ولا ايه؟ اذا كنت هتفضل على موقفك ده انا هعتبرك خاين. خالي من سعادتك. لولي نعمتك
ومين بقى ولي نعمتي؟ بهاء. مش صحيح، انا ولي نعمتي اللي يقدر يدخلني السوق، ولي نعمتي اللي عنده المقدرة ان يخلي كل الطرق تفتح دراعتها وتاخدني بالحضن. اذا كنت هتفضل على موقفك ده انا هعتبرك خاين. خالي مين سعادتك؟ لولي نعمتك. ومين بقى ولي نعمتي؟ بهاء. مش صحيح، انا ولي نعمتي اللي يقدر يدخلني السوق، ولي نعمتي اللي عنده المقدرة ان يخلي كل الطرق تفتح دراعتها وتاخدني بالحضن. بهاء يقدر يعمل كده واكتر كمان. ده مش صحيح، لو كان قادر ما كانش استنى لحد اموره ما تتحل. اللي حل الامور لبهاء واللي قدر يمسح كل نقطه السودة وتاريخه اللي مشكوك فيه يقدر يخليني فوق بنظرة رضا منه. وانت تقدر تعمل ايه؟ اكتر مما تتخيل سعادتك. انا من ايدك دي لايدك دي، واللي هتقول عليه انا هنفذه وانا مغمض ومن غير ما احرك لساني، وتحت امرك يا باشا وكلنا في الخدمه، اللي هتؤمر بيه انا هنفذه. كل حاجه بقت قايمه النهارده على التوازنات بتاعت الكيانات الكبيره، الكيانات اللي بتتجمع مع بعضها. عشان كده لو فرد لوحده ما بقاش قادر يتوقع ايه اللي ممكن يحصل بكره، ولو اي حد عنده سلطه او مركز بيغير في القوانين زي ما هو عاوز. واحنا عشان نفضل محافظين على وجودنا لازم نحافظ برضه على توازناتنا، وسامي هو نقطه ضعف في التوازنات دي. رماس، انت بتتكلمي عن سامي ده كما لو كان شخصيه مهمه. سامي ده من السهل جدا انه يختفي من على الوجود. يا ترى حضرتك هتزعل مني لو قلت لك ان انا اعرف سامي اكتر منك شويه؟ اعرفه اكتر منك. سامي مش سهل، ودخل الدايره الكبيره خلاص، ومش هيخرج منها الا قاتل او مقتول. سامي مش سهل. طب ايه المطلوب؟ دعم، مش فلوس. كفايه ان انا وكل الناس اللي حواليا يبقوا عارفين ان انت اللي بتحميني. بكلمه منك ممكن تجبر سامي انه يطلع من الشركه بتاعتي، ويطلع كمان من الشركه اللي انا وهو عملناها مع بعض عشان تستقبل الفلوس من بره. بكلمه منك يرجع صعلوك زي ما كان. البديل عاطف، جمانة، اي حد حضرتك تختاره. ما تتأخرش علي في الرد. أنا عايزاكي تروحي وتقعدي في الشركة وتشوفي مصالحك. مش جايز تكون دي الخطوة اللي هتقدري تسيطري بيها؟ أنتي مهم بالنسبة لك إن أنا أسيطر، ولا مهم بالنسبة لك سامي أكتر؟ سامي مهم بالنسبة لي طبعا، وأنتي برضو صاحبتي. أنا ما بقتش فاهمة حاجة، هو أنتي بتحبي سامي ولا لأ؟ أنا عايزاكي تظبطي لي رماس. عايزاها ما تشوفش قدامها، عايزاها تحس إن الدنيا كلها بتقع فوق دماغها، وإن اللي بنته كله في السنين اللي فاتت بيتهد في لحظة، وإن مفيش حل قدامها غير إنها تبيع الشركة باللي فيها. وبعدين يدخل سامي في الموضوع، يبيع ويشتري فيها وياخد اللي وراها واللي قدامها. مش بالظبط كده؟ لا بالظبط كده. وانا فين من الموضوع ده؟ انتي عماله تلعبي بسامي وتمرجحي يمين وشمال. لا انتي مش فاهمه خالص، انا كل اللي عايزاه انه يبعد عن رماس. انا بحبه، عايزاه ليا انا وبس، وعايزاه يكون غني وصاحب قوه. على فكره انا فاهمه قصدك كويس، أنا مش هبقى قلقانة خالص لو بقى شريكك، بالعكس ده أنا عارفاكي كويس. لكن رماس وبناتها لأ، عشان أنا ما بحبش أي حد يشاركني في الحاجة اللي أنا بحبها. خلاص يا سيلين، يبقى نتفق. نتفق؟ بصي، أنا سامي بالنسبة لي ورقته محروقة،
وعاطف عايز يتجوز سما. عاطف مين اللي عايز يتجوز سما؟ انت طيبة قوي. عاطف عامل زي الزيبق، ملوش ملكة وعمره ما فكر في سما. هو بس مش هيرتاح إلا لما يجيب سامي الأرض. استأذن أنا بقى. على فين؟ رايحة أشوف بهاء، لازم أخلص موضوعي معاه ولازم أحدد إحنا فين من اللعب اللي جاي. باي باي. جمانة كانت هنا بتعمل ايه؟ معلش انا مستعجلة. من فضلك وقف اتكلمي معايا. وانا مش عايزة اتكلم معاك. في ايه مالك؟ انا محتار فيكي. بعدين جمانة كانت هنا بتعمل ايه؟ كنا بنتفق عليك. بتقوليها كده عادي يعني؟ كنا بنتفق لصالحك مش ضدك، وهي عندك تقدر تسألها. او هو ده، هو ده اللي انا بخاف منه. انا ما عنديش شك انك تطلع نجل معايا، لا، لكن طموحك وأحلامك هم اللي مسيطرين عليك، مش مشاعرك وقلبك. إلا في الأمور اللي تخصك. يا خسارة، أبداً، ده مش حقيقي. أنا مش عايزة أتكلم معاك دلوقتي. من فضلك وقف اتكلمي معايا دلوقتي. سامي لو سمحت ما تحسسنيش إن أنا تحت أمرك. مش أي وقت أنت عايز تتكلم لازم أنا أتكلم. أنا مش بشتغل عندك، فاهم ولا لا؟ أنت بتزعقي لي إيه؟ في إيه مالك يا سليم؟ عشان عايزاك تبقى معايا على طبيعتك، تتكلم معايا عن كل حاجة. أي اتنين بيحبوا بعض بيحكوا لبعض عن كل حاجة في حياتهم، كويسة وحشة، لكن أنت غامض. كل ما أقعد معاك يا نتكلم عن البيزنس يا عن الأحلام، لكن عن نفسك لأ. حياتي كلها كده أعمل إيه؟ مستحيل يا سامي، مستحيل تكون حياتك كلها كده. في حاجة غامضة أنا مش عارفاها، أنت مخبي عني حاجة. الحاجة دي طول الوقت مخلياك قلقان ومتوتر. أنا عمري ما كنت قلقان وعمري ما كنت متوتر. عشان مش شايف نفسك. أنت مش شايف نفسك، أنا اللي شايفاك، أنا اللي حاسة بيك، أنا مراقباك طول الوقت، بحسك. أنت على طول بتفكر، نفسك تقول حاجة ومش قادر، على طول سرحان، متوتر، في حاجة جواك كاتمها ومش عايز تقولها لي. إنما أنا صراحة قلب مفتوح 24 ساعة، كل حاجة عني تعرفها، وما خفتش منك. ما خفتش اقولك عن اي حاجه في حياتي. ما خفتش اقولك ان انا كنت بحب جوزي الاولاني، مع ان دي حاجه ممكن الرجاله تبقى ما بتحبهاش خالص ولا بتحب تسمعها. ما خفتش اقولك ان انا مديونه وممكن ادخل السجن. ما خفتش اقولك ان انا غيرت رايي في موضوع رماس، مع ان شكلي قدامك ممكن يطلع زي الزفت. عارف ليه؟ عشان ابقى واضحه، كتاب مفتوح، ما اخبيش عنك اي حاجه. اللي في قلبي دايما بقولهولك يا سامي. يا سامي احنا تعبنا قوي في حياتنا، مش هنعيش غير مره واحده بس. لازم يبقى بيني وبينك دنيا خاصه بينا، دنيا اللي يقرب منها يموت. انا عايزه اقولك على حاجه واحده بس، ده حاجه مختلفه بالنسبه لي، حاجه ما حصلتليش قبل كده. مش عارفه هتصدقني لو قلتلك ان انا حاسه اني بحب لاول مره. الحمد لله على السلامة حبيبتي. تاكسي. عملتوا ايه؟ هي خرجت بكفالة، بس القضية لسه ما انتهتش. ميرسي يا متر، ميرسي. خليك وراها. يلا بقى يا عم سلام، ومفوق كده الحمد لله جت سليمة. والله العظيم أنا كويس يا جماعة. واضح.
حبيبي. سلام. الحمد لله على سلامتك. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله انا كويس. ان شاء الله هتبقى كويس وتبقى احسن من اول 100 مره. ان شاء الله باذن الله. صدقيني ممكن اقوم اجري دلوقتي. ايه الاوفر ده؟ ايه الاوفر ده؟ انت من دقيقه واحده بس ما كنتش قادر تفتح عينك. ايه؟ خلاص اول ما دخلت بقيت بترفرف؟ وانا روحه ترجع له. لازم يقوم يتنطط زي القرد. انا اللي روحك رايحه مني. يا سلام. لا انا اعصابي ما بقتش مستحمله تو ماتش رومانس. عن اذنكم. أراهنك إن هي بتكلم رامز. أنت فين؟ بعدين في إيه الحكاية؟ هو أنا المفروض أكلمك كل يوم؟ أنت دمك تقيل جدا على فكرة. دم تقيل إزاي يعني؟ عايز أفهمها دي. إيه ده؟ ايه ده؟ المفروض يعني ان دي مفاجأة يعني؟ انا مش فاهمة فين. انت ما قلتش ليه انك جاي؟ على فكرة بحب المفاجآت اصلا. وبعدين انا مش جاي لك، انا جاي لسلامة صاحبي. انا كنت بقول عليك دمك تقيل وسخيف كمان بقى. واضح ان مفيش فايدة. انت يا بنت هتفضلي اجريسف كده على طول. خليكي بنوتك كده كيوت، والله ما تخسري اي حاجة. كيوت؟ طيب لو انت بقى عايزني بنوتة وكيوت، اهتم بيا، اسال عليا، كلمني كل يوم. اهتم بيكي ليه واكلمك ليه؟ هو انت عيانه مثلا وانا الدكتور بتاعك فهسال عليكي؟ اه عيانه؟ لا الحقيقه مش عيانه، بس انت المفروض تسال عليا. وانت عارف ليه؟ لا مش عارف ليه الصراحه. طب انا هدخل بقى اشوف الراجل اللي مرمي جوه ده اطمن عليه. لا طبعا مش وقته خالص، انت واقف معايا خليك جنبي هنا. ايه انا مش فاهمه؟ مفيش ايموشنز كده خالص؟ ايموشنز ها؟ طب بقول لك ايه؟ ما تيجي كده نقوم نشوف ديما. يلا. اه انزلوا. وحشتيني موت. انا اسف. على ايه يا حبيبتي؟ على كل اللي حصل لك بسببي، بس وحياتك عندي بسيبه. انا مش عايزك تقربي له خالص يا سما. لو سيبته هيزيد عن كده. سامع عايز اطلب منك طلب ارجوكي تنفذيه. قول. عايزك تسيبي سرعي. انا كنت عارفه انك هتقول كده، بس انا ما اقدرش اسيب حقي وحق اخواتي للنصاب ده. سيبيها لهم يا سامع، هم طمعانين فيها. مش عارفين ان السرايا دي عباره عن حفره، يعني لو وقعوا فيها مش هيخرجوا منها. بس هو مش طمعان في السرايا بس يا سلامة. لا السرايا يا سامع، السرايا يعني المكانه. هو عايز يكون مكان الناس اللي عاشت فيها، اللي تاريخها محفور في عقول الناس، عايز يعيش مكانهم. بس الناس ما بتنساش يا سلام. عارفين كويس مين الوحش ومين الكويس. بس اللي الطمع ماليه ما بيشوفش يا سلام. بس انا برضو مش هقدر اسيبه. لازم يعرف ان كل حاجه بيخطط لها مش هتحصل. يا سلام انا خايف عليكي ارجوكي. وانا خايف عليك ومش هسيبك. والدنيا كلها لازم تعرف ان اللي حصل ده مش هيرجعني انا في دماغي. بالعكس ده قربني منك اكتر. يا ده الكلام الجميل ده، أخيرا نطقت يا سما. ده لازم أشكر سامي بقى اللي عمله فيا ده. كنتش هسمع الكلام الحلو ده. طب أنا عايزاك توعدني وقت. قولي. أوعى تستسلم اللي حصل ده. ما تخافيش. الدكتور طمني. هي كلها كده شوية علاج طبيعي وهرجع زي الفل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ازيك يا سلامة؟ عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. انا عديت على ادارة المستشفى وانا جاية وقلت لهم يعني يبدأوا يعملوا لك اجراءات الخروج، شايفاها مش مناسبة، بقول تتنقل مستشفى تانية يكون احسن. متشكر. لا لا ما تقولش كده، انا مصممة. سلامة مرتاح هنا وهيتعالج هنا ومحدش هيدفع له مصاريف. ما هو انا مش اي حد يا سما. بعد إذن حضرتك، أي حاجة بتخص سلامة أنا بس اللي ليا دعوة بيها. يا سلام، يعني هو صغير يعني مش عارف يتكلم عن نفسه يا سما؟ متشكر إنك جيتي تزوريني.
كنتش اتخيل انه ريماس هانم تيجي وتزورني ولا تهتم باي حاجه تخصني. على فكره انا مبسوط جدا باللي بيحصل ده. معنى كده ان احنا كسرنا حاجز كان صعب قوي انه يتكسر. كويس. حاسه كده ان انت طول الوقت عاوز تثبت لي انك احسن من اللي انا كنت متخيلاه. بالعكس. أنا مش عايز أثبت أي حاجة. عارف يا سلامة، أنا لو منك مش هتناقش في أي حاجة، خصوصاً إن أنت عارف وجهة نظري فيك كانت إيه. بس وجهة نظرك كانت غلط. أنا ما أقدرش أحاسب حد على وجهة نظره الغلط. يعني إيه؟ مش فاهم. حضرتك مش واخدة بالك من اللي بيحصل، صح؟ الدنيا اتغيرت يا فندم. والسرايا ما بتزغللش غير عين الطماع فيها وبس. الناس لما بتقول لحد يا باشا يبقى عشان حاسين هو قريب من قلبهم او ممكن يفيدهم في اي حاجه. انما لو اتقالت بقى للشخص الغلط اللي ما يستاهلش اللقب يبقى كانك بتشتميه مش بتعظميه. صدقيني عمر الالقاب ما هتحدد مين الكويس او مين الوحش. الالقاب دي ليها الف معنى. المهم احنا ايه؟ سلامة، أنا مش جاية عشان أتناقش معاك في أي حاجة. أنا بجد جاية عايزة أطمن عليك وعلى سما. مش عايزاني أجيب سيرة اللي حصل، صح؟ مش هسألك ليه؟ وأنا هسألك سامي بكل القوة اللي فيه، ليه مش عايزة حد يقرب له؟ بس اللي أقدر أقوله لك إنه سامي ده احتل مكانة كبيرة جدا في حياتك. بعمل زي الخلايا السرطانية كده، اللي لو ما استأصلناهوش هيفضل ياكل كل حتة. اهلا يا فالنتين. اهلا اهلا. ازيك؟ سبا. اتفضلي. ميرسي. جيتي مصر امتى؟ النهارده الصبح. امال فين رؤوف؟ هيجي بكره بالليل. يا سلام، ما جيتوش مع بعض ليه؟ اصل احنا فتحنا مطعم صغير. الافتتاح كان من اسبوع، الحمد لله الشغل ماشي كويس يعني، بس النهارده اجازه هناك ما ينفعش نسيب الشغل احنا الاثنين. صح، عندك حق. الحمد لله على السلامه على كل حال. ميرسي. انت كويسه؟ الحمد لله زي الفل. متاكده؟ ليه السؤال الغريب ده؟ متاكده. ليه؟ مالي؟ شكلي فيه ايه؟ لا 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 خالص الحمد لله. اوكي. هو انا كنت جايه في طلب كلفني بيه رؤوف، حاجه اخلصها معاكي قبل ما يجي. طلب ايه؟ كان محتاج فلوس. ايه رد الفعل العجيب ده؟ انت مش لسه بتقولي لي ان المطعم شغال كويس قوي، يبقى فلوس ايه اللي انتوا عايزينها؟ طب مش تسالي الاول هو كان عايزها في ايه؟ لا لا لا، مفيش داعي اسال. هو يعني كان سال عني لما سابني في المصايب اللي انا فيها وسافر؟ المصايب دي هو ملوش دخل فيها. وبعدين ريماس، انت من امتى بتسمعي لحد يتدخل في شؤونك الخاصه؟ صح، عندك حق. بلغيني مش موافقه ومالوش فلوس عندي. اوكي، على العموم دي حاجه تخصك انت واخوكي، انا ماليش دخل فيها. بس انا كنت عايزه كيف حاجه ثانيه. ايه هي؟ كنت عايزه سما تسافر معايا. ايه؟ الحقيقه انا عرفت انه اللي بيحصل في السرايا جو مش مناسب، مش تمام ان البنات تعيش فيه. جو ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يا نبيله، انت يا نبيله. ايوه يا هنا. انت قلتي ايه للست دي؟ ولا حاجه. مش محتاجه حد يقول حاجه غيماس هانم، الدنيا كلها عارفه اللي بيحصل في السرايا. دنيا ايه وعارفه ايه؟ ايه الكلام الفارغ اللي هي بتقوله ده؟ انت يا شروق. شروق. ايوه غيماس هانم. انت اللي اتكلمتي مع الست دي؟ لا. يبقى انت امشي انجري من قدامي، حسابك معايا بعدين. امشي.
أنا عمري ما هسمح لأي حد إنه يدخل بيني وبين بناتي، أنت فاهمة؟ لما تعرفي تحافظي عليهم غماس هانم، واضح إنك مش عارفة تديري أمورك كويس ومسلمة أمورك للي مش عارف يصونك ويصون بناتك، وده ما جاش على حسابك أنت بس، كان على حساب كل اللي عايش معاكي في السرايا. على العموم أنا هكلم سما وهقولها تيجي معايا. على فكرة أنا مش باخد إذن منك، أنا ببلغك. شفتي بتتكلم معايا ازاي؟ ليها حق، ما هو للأسف انت اديتي فرصة للكل ان يعمل اللي هو عايزه. انا تحت امرك يا باشا. ايه اخبار بهاء؟ انا قلت اللي عندي قبل كده ولسه عندي كلامي. الكلام ده اتقال لي النهارده، وده اللي خلاني اكلمك. يبقى سامي. دايما بتبهرني يا عاطف. سعادتك انا بفهمها وهي طايره. ايه رايك؟ قصدك بهاء؟ لا، بهاء بقى تقيل قوي في شغله ونسوان واكله دماغه، واللي زي ده خطر علينا. وسامي؟ سامي ده انسان طموح وفاكر نفسه عبقري ويقدر يمشي الدنيا على مزاجه، وده مهم قوي بالنسبه لنا، لان طموحه ده هيخليه ياكل الطعمه للاخر. جري يا عاطف، انت بتحسسني ان احنا بنعمل الغلط. لا، احنا بنشتغل في الصح وايدينا نظيفه، لا بنستغل حد ولا بنرشي حد، لكن لو اي حد تبعنا وقع هياخد جزاؤه وهيشيل الليله كلها. احنا ماشيين في الطريق المستقيم. يعني هسمع اخبار حلوه بكره؟ وليه بكره؟ دلوقتي حل. استنى بس، خلي بالك في ناس كتير هتطلط لو بهاء وقع. قولي بس سعادتك عايز مين ما يقعش وانا امنه. انا برضو اللي هقول لك يا عاطف. يا راجل يا طيب، ده انت بتفهمها وهي طايره. طب اشرب يا باشا، اشرب. أنا آسفة إني نزلتك في وقت متأخر زي ده. خالص، كلميني في أي وقت، بس هي حاجة مهمة؟ أوي. خير؟ بهاء باشا. ماله؟ متعلق بديمة أوي. إيه؟ وأنا الحقيقة قلت له إنه فرق السن اللي بينكم كبير جداً، وإنه ريماس هانم لا يمكن توافق. طبعاً ممكن أوافق. إيه الكلام الفارغ ده؟ إيه ده؟ هو بهاء اتجنن؟ والله بصراحة أنا مش عارفة أقول له إيه. هتقولي له إيه؟ ما تقوليش حاجة، وأنا حابة أقولك هنعمل إيه. قوليلي بس الأول، أخبار شركتك إيه؟ شركتي؟ أنا ما عنديش شركة، دي يا دوبك نسبة لا تذكر، لو حسبتيها كلها هتطلع 3% من اسم الشركة. طب علشان يبقى عندك شركة كبيرة وتكبري اسمك ويبقى لك مكان في السوق، يلزمك كام؟ مش فاهم. عايزة سامي جوزي يدخل السجن. معقولة يا مدام ريماس؟ عايزة تحبسي جوزك؟ بصي، أنا بحبش اللف والدوران، بحب أمشي دغري كده، وهسألك دغري برضو بذمتك، مش انتي برضو رأيك ان سامي ده لازم ياخد اعدام مش يدخل السجن بس؟ وبعدين انتي مصلحتك معايا انا؟ تعالي نلعب مع بعض. سامي هنفكر له في حاجة تدخله السجن ان شاء الله يعني. بهاء بقى انا عارفة ان ليكي تأثير عليه، بيسمع كلامك ومتأكدة إنك ذكية وحتقدري تقنعيه بألف بنت بعيد عن بنتي، مش كده برضو؟ ممكن يقول لي بهاء اللي حصل بيني وبينه؟ ممكن؟
الخير. عاطف. اهلا. ازيك يا سامي؟ ازيك عاطف، اخبارك ايه؟ تمام اتفضل. كويس الحمد لله. على فكره انا زعلان منك قوي. خير يا ترى؟ يا راجل بقى سما تخرج من الحجز من غير ما اعرف؟ ده انا المفروض اول واحد يعرف عشان اطمن عليها. والله عندك حق، انا اسف. امال هي فين؟ هي مش موجوده. وريماس هنم برضو مش موجوده. طب كويس قوي بقى، عشان عايز اكلمك في موضوع مهم. اتفضل قول. الباشا مبسوط منك قوي. الباشا؟ ده باشا خيره مغرقني. لا ده باشا مين؟ انا بكلمك عن الخواجه. الخواجه؟ خواجه انت تقصد مين؟ اقصد مين ايه؟ هو في غيره؟ على العموم بقى رجاله دي الصبح. استنى انت رايح فين؟ مش هتشرب حاجه؟ لا اشرب ايه، مفيش وقت. انا كنت جاي اطمن على سما، بس واضح بقى انها مش عايزه تقابلني. على العموم انا هكلمها في التليفون واطمن عليها بنفسي. ماشي براحتك. نورت وانست. سي يا سامي. اهلا اهلا اهلا. ده انا حظي حلو بقى. انا اللي حظي وحش عشان مش هقدر اقعد معاك، عندي مواعيد كتير قوي. تتعود ان شاء الله. بعد اذنك. اتفضل. باي. كان جاي عشان سما مش كده؟ وانا قلت له الموضوع ما ينفعش. انت قلت له كده؟ طبعا قلت له. بجد 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 انت قلبك طيب قوي. رماس انا بحبش الطريقه دي، انت سامعه؟ ولا الامر جالك من فوق؟ تصبح على خير يا راجل يا طيب. جمانة أنا حاولت أكلم بهاء بيه ما كانش بيرد. لما تشوفيه قولي له إن أنا بقول له ميرسي قوي قوي قوي. أوكي بانوي. ما شاء الله شكلك مبسوطة قوي. قوي يا نبيلة قوي. خير يا ترى؟ عرفت الطريقة اللي هتخلي سامي تحت رجليا يتمنى اللحظة اللي يموت فيها. لا كده بقى أنا روح أعمل لك فنجان قهوة. بعدين ابقي اعملي لي قهوة سادة. ني هتروحي؟ لا مش عايزة أشوفها. مش عارفة، أنا بصراحة حاسة إن أنتي غلطتي لما بعتي نصيبك ليها. ما غلطتش صدقيني، أنا عارفة أنا بعمل إيه كويس أوي. إيمان ديما خدي إيمان وسامة وروحوا. ماشي نروح، بس أنا عارفة كده كده إن سامة مش هتيجي معانا، شكلها كده هتبات هنا. يا جماعة مش هينفع كده، خشي اتكلمي معاها واقنعيها وأنا هبات هنا مع سامة. انا اتفقت مع يوسف ان انت هتخرج من هنا تروح تقعد معاه في البيت. بس انا انت ايه، انا مش هينفع اسيبك في الظروف دي. وبعدين بقى انا هجيب المأذون ونتجوز هنا. ايوه عشان نبقى مع بعض. انا مش هينفع اسيبك في الظروف دي لوحدك. هو انا مش هوافق طبعا يا سما. على فكره انت اناني قوي. انا الله يسامحك اناني. عارف ليه؟ علشان انت اصلا مش عايزني احس ان انا واقفه جنبك في الظروف دي، وانا كمان محتاجه لك قوي من دور، وانت كمان محتاجني، يبقى ازاي اسيبك؟ على فكره بقى انت ما بتحبنيش. طب اقول لك على حاجه مش عارف لو كنت هتصدقيني ولا لا. قول. وانا في اوضه العمليات مش عارف زي ما تقولي كده حسيت روحي روحي طلعت مني. اه والله. وكنت قاعد بعيد كده ومش عارف بتفرج على الدكتور وهو بيعمل العمليه. والله العظيم. يا سلام شفاف قوي حضرتك. وكنتي معايا على فكره. كنا قاعدين مع بعض كده بنبص على كل حاجة وغالبا كنا بنضحك، بس مش فاكر كنا بنضحك على ايه. بس كانتش فارقة معايا لو مت. ما هتشر عليك لأن هبقى معاكي في كل مكان، وواثق إن روحي عمرها ما هترتاح غير لما نكون مع بعض في عالم تاني كده غير العالم اللي احنا فيه، أنا وإنتي وبس. خطوة بهاء دي كان لازم أعملها من الأول،
لا يمكن يبان ويبيع شركتي عشان واحد زي سامي. طبعا مستحيل. نبيلة أفندم، اعملي لي احلى كوباية عصير من عينيا الاثنين. حاضر. خليهم اتنين يا نبيلة. شكلك مبسوط قوي قوي. يضايقك؟ لا طبعا، بس في مواضيع كتيره قوي عاوز اتكلم معاكي فيها. مش فاضيه، عندي حاجات كتير هعملها النهارده لما افضى نبقى نقعد مع بعض. ليه وراكي حاجه؟ مش لازم تعرف. مشغول بايه قوي كده؟ لا في خبر كده انا مستنيه. ايوه، القبض على رجل الأعمال بهاء دودار. شكلك مبسوط قوي قوي. يضايقك؟ لا طبعا، بس في مواضيع كتيرة قوي عاوز أتكلم معاكي فيها. مش فاضية، عندي حاجات كتير هعملها النهاردة لما أفضى نبقى نقعد مع بعض. ليه وراكي حاجة؟ مش لازم تعرف. مشغول بإيه قوي كده؟ لا في خبر كده أنا مستنيه. أيوه، القبض على رجل الأعمال بهاء دودار. ألقت مباحث الجيزة القبض على رجل الأعمال بهاء دودار لتورطه في إهدار المال العام عن طريق شركات غسيل الأموال. يا حرام، معقولة بهاء دودار؟ يا حرام، أنا لازم أروح له وأجيب له عيش وحلاوة كمان. أنا لو قلت أبات هنا كنت عملت كده. مش فاهمك. أنا ما كنتش متخيل إن دماغك كبيرة قوي، وإنك بتلقط الخيط وتكوره وتشكله حسب مزاجك كمان. أنا عايز أقولك كل اللي ليكي في الشركة هنا ما يسمح لكيش تعملي اللي أنت بتعمليه. أنت نصيبك لا يذكر، يعني مالكيش حق في الإدارة. وأنا مش عاوزة حاجة. برضو مش فاهمك. أنا مش مصدقة اللي حصل. امبارح بهاء كان بيملك الدنيا وما فيها، والنهارده هو في السجن، ومش بس كده، واملاكه كلها بتتصادر. طب وانا مالي ومال ده كله؟ عليا انا الكلام ده؟ بقول لك ايه، ما تريحي دماغك وشوف انت هتعملي ايه بعد اللي حصل. ما تشغلش بالك بيا، انا هعرف اتصرف كويس قوي. طب والله فرحتيني، ده انا كنت قلقان عليكي قوي بعد اللي حصل لبهاء. طب خد بالك عشان الدنيا مش بالمزاج. لا بمزاجي. وحياتك انت مش بمزاجك. وحياة الليلة الحمراء اللي احنا قضيناها مع بعض بمزاجي، وكل حاجة في البلد دي هتمشي برضو بمزاجي. انا مش على راسي بطحة، وكل اللي انت بتفكري فيه ملوش اساس من الصحة. طب افكر في ايه بقى؟ انت جاية تأمني بعد ما بهاء متسجن، بس انا هقولك على حاجة، اللعبة اللي انت بتلعبيها دي صعبة قوي عليكي. يا عيني، تصدق زعلتني قوي. انا لو عاوز ازعلك مش هتقدري تقعدي القعدة اللي انت قعداها دي. بس انا بقى هنصحك نصيحة لوجه الله، خليني راضي عنك ده لمصلحتك. انت بتهددني بقى؟ تهديد ايه؟ انا بنبهك بس. وعلى فكرة قبل ما تيجي هنا اتصلي بالسكرتارية عشان تاخدي ميعاد، اصلها مش ميغة. اشوف وشك بخير. وماله يا سامي؟ بيه حبيبي عطوفة. بقول لك ايه، عندك ميعاد مهم قوي النهارده. مع مين؟ مع الخواجه.
الخواجة؟ طبعا أنا جاهز. طب جميل قوي، يبقى كلمني بعد ما تخلص الشركة. الله عليك يا عطوفة. مع السلامة. ادخل. ازيك يا ريماس؟ اخيرا افتكرت ان ليك اخت. انا بتهيالي انك انت اللي نسيتي ان ليكي اخ. عموما انا مش عايز اخد ودي معاكي في الموضوع دوت، مفيش داعي للاتاه. عندك حق. ودلوقتي جاي ليه؟ عايز فلوس ولا الهانم سخنتك عليا؟ الهانم ما سخنتنيش، الهانم كل اللي قالته لي انك قلتي لا، وانا مش جاي عشان فلوس. انا جاي اقولك ان انا موجود في القاهرة حاليا، ولو احتاجتي اي حاجة انا تحت امرك. بأمرت انك كنت دايما تجنبيني. نسيتي؟ كنت دايما تقولي لي دي حياتي وانا حرة فيها، مالكش دعوة. حتى البنات كنت بحس انك بتتضايقي لما بقعد اتكلم معاهم، وخصوصا لما اجيب سيرتك في اي حاجة. يعني دلوقتي بقيت انا السبب في كل الحاجات الوحشه اللي حصلت لنا. ماشي يا رؤوف، هصدقك. انا كنت ببعد عشان انا مجنونه. انت كنت بتبعد ليه؟ وانا ماليش غيرك، اخويا الوحيد. عرفت ليه كنت بجنبك من حياتي؟ عشان كنت متاكده انك عمرك ما هتعرف تحل لي حاجه. انا يا رماس مفيش فايده بعد كل اللي حصل ده. زي ما انت دايما حاسه انك فوق أعلى من أي حد، وإن الناس بتكيدك وبتضايقك، وإنك أنت الأخت الكبيرة اللي بينداس عليها واستحملتي اللي محدش استحمله. مش عايزة تقولي كده؟ أنت عايز إيه دلوقتي؟ أنا مش عايز حاجة. أنا فيولا قالت لي إن في مشكلة، وأنا حاسس إن المشكلة دي خاصة بسامي وبالشركة، وجاي أقدم لك حل. إيه هو الحل؟ بيع الشركة يا رماس. بيع الشركة؟ أيوه بيعيها. صدقيني ملهاش أي لازمة دلوقتي. بيعيها وادي كل بنت حقها تعيش بالطريقة اللي تناسبها. وأنت كفاية عليك القرية السياحية. روحي اقعدي هناك وديريها بالطريقة اللي تريحك. ابعدي عن كل حاجة يا رماس. طب والسرايا؟ بيعيها يا رخ. بيع السرايا؟ أبيع تاريخ عيلتي؟ أنت بتقول إيه يا رؤوف؟ تاريخ عيلتك ما بقاش ليه قيمة بعد الأستاذ سامي ما داس برجله على أرض السرايا ديت. أنت فاهمة كويس طبعًا اللي أنا عايز أقوله. سيبي كل حاجة يا ريماس، ابعدي وفكري في اللي أنا بقوله لك. قلتلي مرة إن أنت بتحبيني، قلتلي كمان أنت عايزاني أبقى جنبك بس مش عايزة تضريني، وإنك مش عايزة تدفعيني لحاجة أنت شايفاها من وجهة نظرك إنها هتكون سيئة. أنا بقولك دلوقتي أنا محتاجك جنبي، فاضل خطوة واحدة بس وأبقى فوق كل الناس دي كلها. وبعدين؟ وهاخدك معايا. سامي أنا هقولك على حاجة واحدة بس، وبعدها أنا هسمع منك أي حاجة أنت ممكن تقولها لي. أحلف إنك بتحبني. وحياتك عندي بحبك. لا أحلف بأغلى حاجة عندك. أحلف بالله يا سامي. أقسم بالله العظيم بحبك.
بحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا دي كلها. أنا كده هصدقك. لازم تصدقيني، بس أنا محتاج فرصة واحدة بس أرتب فيها كل الأمور وأخلص بقى من التاريخ الأسود اللي أنا كنت عايش فيه، وبعد كده هبقى من إيدك دي لإيدك دي، وأي حاجة تطلبيها ضمان ليكي، أنا تحت أمرك. الله عليكي، ضحكتك دي بتجنني. ده غريب قوي على فكرة، أنا عمري ما قابلت حد زيك، عمري ما شفت حد بيخطف اللي قدامه على طول ويسيطر عليه بالشكل ده، عشان كده دايماً بتردد قبل ما أقولك أي حاجة. أنا مش عايزك تترددي، قولي اللي أنت عايزة تقوليه، قولي. آه صحيح، عرفت إن بهاء اتقبض عليه؟ في 60 دقيقة. إيه ده؟ أنا كنت فاكراك هتزعل. ده نصاب وحرامي وكان واكل البلد كلها، كان فاضل بس يبيعها في مزاد علني. اللي يشوفك وانت قاعد معاه في السهرة ما يشوفكش دلوقتي وانت بتتكلم عليه. مش مهم، سيبك منه، خليكي معايا أنا. بس أنا اللي أعرفه إن هو أصل الشغل مع ريماس. وريماس هي كمان إن شاء الله بكرة هتخش التخشيبة. إيه؟ ليه؟ شغلها كله شمال مع بهاء. طب ما أنت كده هتروح في 60 داهية معاها. أروح في داهية ليه؟ أنا موظف صغير في الشركة دي، بنفذ كلام أصحاب الشركة وبس، أما بقى الخبايا والحاجات اللي من تحت الترابيزة أنا ماليش دعوة بيها خالص. بس أنت كده هتخسر الشركة كلها. مش مهم، أنا عندي بيزنس تاني خالص هيخلينا نعيش ملوك. طب وإيه المشكلة إن إحنا ناخد البيزنس التاني ده والشركة كمان؟ أنا أهم حاجة عندي دلوقتي إن ريماس تدخل السجن وأخلص منها. ريماس لو دخلت السجن أنت مش هتستفيد أي حاجة، ولو الشركة اتحجز عليها أنت اللي هتبقى خسران. أنا رأيي إن الشركة تبقى معاك تحت إيديك، خصوصا يعني إن ريماس دلوقتي مش في حالتها الطبيعية، حالتها النفسية زي الزفت وحالتها الصحية مش قد كده على ما سمعت. فلو حالتها النفسية اتدهورت ودخلت المصحة النفسية 2 3 شهور كده هتبقى مجنونة رسمي، وساعتها بقى أنا متأكدة إنك تقدر تخليها تعمل اللي أنت عاوزه وتكتب لك اللي أنت عاوزه عشان تخرج من اللي هي فيه. ولا أنا غلطانة؟ أنت عمرك ما تغلطي أبدا، حقيقي أنا وأنت واحد دلوقتي. الله عليك وعلى ضحكتك. خالك هنا. أهلا وسهلا. عاوز مامتك تبيع الشركة والسرايا. أحسن. هو إيه اللي أحسن؟ أنتوا مش لازم توافقوا على كده. هي حرة تبيع تشتري، مالناش دعوة. لا، ده مالكم. مالنا لما يبقى في إيدينا، بس طالما إحنا مش عارفين نتصرف فيه يبقى مش مالنا ومش عايزين. أوقفي قدامها قولي لها إن أنت مش موافقة. الله، في يا نبيلة مالك؟ زي ما نكون إحنا بنبيع حتة من بيتك، مالك زعلانة قوي كده ليه؟ اللي مزعلني إن السرايا دي مش لازم تنتهي. انت ما انتيش عارفه السرايا دي ايه بالنسبه للي عايشين فيها. السرايا دي وباء، عارفه يعني ايه وباء؟ السرايا دي اللي جننت ماما، خليتها مش شايفه غير نفسها. مش صحيح، مامتك هي اللي قلبت حالها، هي اللي شوهتها. مامتك كانت عايزه تعيش بنت الباشا وفي نفس الوقت اميره القلوب اللي الناس بتشاور عليها، وده ما ينفعش. يعني ايه الكلام ده؟ سما، السرايا دي هي اصلكم. السرايا دي ما ينفعش ابدا حد يعيش فيها غيركم. السرايا مش مجرد حيطان وبس يا سما. لو سبتم السرايا دي تتباع كانكم بتقتلوا نفسكم، كانكم بتقولوا على كل حاجه حلوه في حياتكم يا رحمن يا رحيم. لو جيتي تعيشي في ايطاليا هتلاقي الحياه مختلفه تماما. هناك ممكن تبتدي حياتك من جديد. المليون هناك بيعمل ملايين في سنه واحده، وانت هيبقى معاكي مليارات. احنا عملنا ريستورون صغير، مطعم صغير، ممكن كمان نعمل فندق نلحقه بالمطعم، ممكن نعمل شركة مساهمة وناخد القرية كجزء منها وتصفي كل حياتك هنا. انت خدتي ايه من العيشة هنا ريماس؟ انا حاسة ريماس انك محتاجة تعملي ده دلوقتي فورا. صدقيني هناك هتعيشي حياة جديدة خالص.
كأنك هتبتدي حياة تانية خالص غير اللي انت عشتيها. الناس هناك كمان ناس متحضرين، أما هيعرفوك ويعرفوا تاريخك هيقربوا منك قوي وهيحترموك ويقدروك. خايفة من ايه؟ خايفة تخسري؟ انت لو بعتي الشركة هتبيعيها مليارات والسرايا دي بملايين، يعني كده كده كسبانة وبناتك هيعيشوا ملكات هناك. تمام، الحياة هناك يا ريماس مبنية على الحرية تماما، يعني أي حد يقدر يعمل أي حاجة من غير ما حد يسأله ولا يتطفل عليه ولا يضايقه ولا يقوله أنت بتعمل إيه. أنت كمان ممكن تقدري تبدأي حياتك من النقطة اللي أنت عايزاها من غير ما حد يقلقك خالص. عن إذنك رايحة على فين سما؟ عندي مشوار مهم والكلام ده مش مهم بالنسبة لي. إزاي يا سما؟ الموضوع ده مهم بالنسبة لك أنت وإخواتك. لا يا خالي، الموضوع ده يخص حضرتك وفيولا وبس. اه، وغريبه يعني ان حضرتك بتقول كده. انا شايفه يعني ان دم البشوات والبهوات اللي بيجري في العيله دي دم ملوث، لدرجه ان كل واحد على استعداد ان هو يخطف اللي يطوله والباقي مش مهم عنده ايه اللي يحصل له. ايه اللي بتقوليه ده سما؟ هي دي الحقيقه للاسف. خالي بدل ما يجي يشوف المصيبه اللي احنا فيها، كل همه ان هو يبيع السرايا والشركه علشان يكبر مطعم ويعمل اوتيل، مش كده؟ صحيح يا خالي، عرفت ان انا اتحبست في القسم؟ عرفت ان انا كنت هموت سامي؟ طب عرفت ان سامي ضرب ماما وحبسنا كلنا هنا في البيت؟ عرفت ان الانسان اللي انا بحبه كان بين الحياه والموت؟ ما سالتش في حاجه خالص، ولا كان همك كل الكلام ده، حتى ما خطرش في بالك انك تحمينا. كل اللي همك انك تخلي ماما تبيع الشركه والسرايا، مش كده؟ على فكره يا خالي، السرايا دي مش بتاعت ماما، السرايا دي بتاعتي انا واخواتي، ومش بتاعت خالي هو كمان. نو سما، السرايا دي بتاعت مامتك فعلا. ماما يا ريت تكلمي المحامي النهارده علشان يجي يكتب السرايا والشركه باسامينا، وبشرط ان محدش فينا يقدر يبيع غير لما التلاته يبقوا موافقين. وعلى فكره بقى، السرايا دي انا مش هبيعها ومش هوافق انها تتباع حتى لو على جثتي. سامي ده واطي. لا لا لا، ما تقوليش علي كده. ايه ده؟ هو انت زعلت علشانه ولا ايه؟ لا، بس ما احبش حد يشتم صاحبي وحبيبي. صاحبك وحبيبك؟ انا عندي سؤال وعارفه انه جابته عندك. اموري بهاء تهمته ايه؟ بهاء خلاص صلاحيته نفدت. ومين اللي بيحدد تاريخ الانتاج والصلاحيه؟ المصنع. ومين اللي بيغلف ويعبي؟ الله أعلم. الله أعلم. طيب أنا كنت محتاجة خدمة منك صغيرة، بس مش عارفة هتعرف تفيدني بيها ولا لأ. تحت أمرك. في عندي واحد صاحبي بيموت في العلم، بيذاكر ليل ونهار، وعنده بحث مهم جدا وعايز شوية معلومات، قلت ما فيش غيرك هيخدمني فيها. معلومات عن إيه؟ عن تاريخ اليهود. تقصدي ايه؟ تصدق هو قال لي حاجة افتكرتك فيها على طول. اللي هي ايه؟ انه اليهود بيحبوا مصر قوي وهيموتوا يرجعوا يعيشوا فيها تاني. جمانة هاتي من الآخر. هي المؤسسات الخيرية والشركات اللي بتمولوها، والفلوس اللي عمالة تتبعتر يمين وشمال، فلوسها جاية من السما ولا من فين بالظبط؟ أنا عايز أعرف. مش مهم تعرفي، مش مهم. إحنا ما بنأجلش أي شغل طالما إنه للمصلحة العامة. أنا يا فندم عمري ما تخيلت إن هكون بالسرعة دي. وعلى فكرة بهاء فعلا كانت معاملاته مش مستقيمة مع الناس، بس على فكرة أنا ما ظلمتوش. أكيد طبعا يا فندم. قول لي بقى، انت ناوي على ايه بالظبط؟ بصراحه يا فندم اللي هتقول عليه انا هنفذه.
عاطف راجل يهمنا قوي، عايزك تاخد بالك منه. والله يا فندم مملكة لا يا حلفان، انا كنت لسه هقول لحضرتك توصي عليا. وفي حاجة تانية عايز اقولها لك. تحت امرك يا باشا. احنا هنعمل لك حملة دعاية قوية جدا، انت شاب طموح وذكي، واللي وصلت له النهارده ده بعد رحلة كفاح وعمل كبيرة جدا، بدأتها من الصفر لغاية ما وصلت للقمة. انت مثال يحتذى به من كل الشباب، لازم يقلدوك. كلامك ده يا فندم بسطني جدا، ده وسام احط على صدري وتاج احط على راسي. وبالنسبة بقى يا سيدي لشركة رماس، فموقفها طبيعي جدا بالنسبة للمشكلة دي، زي ما انت طلبت بالظبط. بصراحة باشا أنا مش عارف أقول عليك إيه. يلا بقى شد حيلك ووريني إن أنا ما كنتش غلطان لما وقفت جنبك وقلت لك أنا معاك. فندم بصراحة أنا من إيدك دي لإيدك دي، واللي أنت هتقول عليه أنا هنفذه. بنروح عليه يا يوسف. الله. يلا يا عم انت هتمثل. ازيك يا سلام؟ عامل ايه يا نادر؟ الحمد لله. سلام يا حبيب قلبي. حبيبي يوسف. بالراحه. اوكي بالراحه. واحده واحده. واحده واحده يا سلام، واحده واحده. سوري. يلا يا عم ما انت زي الفل اهو. الله اكبر في عينك يا ستي. مش بنقه والله صاحبي. اقعدي اقعدي يا سما خلاص. طيب انا مبسوطه قوي ان انت بدات تقوم. الدكتور بيقول انك انت لازم تبتدي تمشي من بكره وتعمل علاج طبيعي. والله خايف يا سما، خايف ما ارجعش زي الاول. ايه اللي انت بتقوله ده بعد الشر؟ بلاش بقى تشاؤم كده. اسمع الكلام بقى، ممكن؟ انت بتتدلع ولا ايه يا سلامه؟ على فكره سما عندها حق، لازم تسمع كلام الدكتور. ما تسيب الراجل يتدلع، حد يلاقي دلع وما يتدلعش. يا سلام. ده انت غريبه قوي. بقول لك ايه، بقول لك ايه، بما انك بقى مش عارفه تعملي الشويتين دول، يلا شوف لنا حاجه ناكلها. يلا يا ايمان. يلا ايوه ايوه يلا عاملين لنا حاجه ناكلها. يا سلام. وانا يعني اللي هعمل حاجه تاكل ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تيجي نطلب سوشي. طب يلا تاكل سوشي؟ طبعا يا سلام. اوكي يلا. يعني انا بقول لك تعملي لنا حاجه ناكلها تجيب لي سوشي؟ يلا ما هي مش فارقه، ما انا من ساعه ما اتجوزت عايش على الدليفري اصلا. ناكل سوشي. تصدق ان انت كذاب؟ كل الاكل اللي بعمله لك كل يوم ده عادي كده مش فارق معاك؟ اكل. انا شفت من وراكي حاجه. بيحبوا بعض قوي 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 قوي. يلا سوشي بدل ما تقلب غام. يلا سوشي. بالظبط كده. اتفضلي. ميرسي. هو انا لازم اتحايل عليكي عشان اشوفك ولا ايه؟ ليه يا بنتي، ما انا موجوده اهو. المهم قابلت اللي ما يتسمى سامي؟ انت اتخانقتي معاه ولا ايه بس؟ سيلين، انت عندك شك ان انا بحبك وبخاف عليكي؟ لا طبعا ما عنديش شك. انا عايزاكي تاخدي بالك من سامي. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني سامي ما بيحبش غير نفسه بس، لا يمكن يحب حد تاني. قصدك ايه يعني بالكلام ده؟ انا عايزاكي جنبي يا سيلين. طب ما انا جنبك يا بنتي، وانا رحت فين؟ ما انت طول ما انت مصدقه انه سامي ده بيحبك عمرك ما هتسمعيني ولا هتصدقي كلامي. بالعكس، ده انت هتفتكري اني بوقع بينك وبينه. اقولك على حاجه تخليكي تصدقي انه سامي ده ازبل من الزباله. قولي يا ستي قولي. سامي هو اللي قتل نريمان مرات كمال التانية. انتي بتقولي ايه؟ زي ما بقولك كده، اتفق هو والعقربة اللي اسمها رماس عليها وقتلوها. دليلك ايه؟ من غير دليل. امال هو اتجوزها ليه؟ وهي مستحملة اللي بيعملوا فيها ليه؟ انا بصراحة مش قادرة اصدق، مش قادرة اصدق ان كرهك ليه يخليكي تقولي عليه حاجة زي كده. انا ما بقولش اي كلام يا سليم، انا متأكدة كمان انه سامي هو اللي قتل كمال. أنا خايفة عليكي. من إيه؟ خايفة عليا من إيه؟ أنا عندي إيه أصلاً عشان ياخده؟ ده أنا اللي مديونة، يعني أنا اللي محتاجاله مش هو اللي محتاجني. عجباه. أكلة عمره ما أكلها قبل كده. أنتِ كدابة. طب لو قلت لك إنه كان بيلف على البنت وأمها في وقت واحد. أنا مش قادرة أتخيل. أنا عمري ما كنت أتصور إنك أنتِ سودة قوي كده من جوه.
اسمعي كلامي يا سليم، احنا لو تخلصنا من سامي ده هنبقى البديل وهنبقى رقم واحد. بديل لايه؟ بديل لايه؟ عايز افهم. اهدي كده واسمعيني كويس جدا، انا هفهمك. وانا بقى مش قادره اصدقك، مش قادره اصدق اي كلمه انتي بتقوليها. انتي الغيره هتموتك يا بنتي. غيره؟ غيره ايه؟ عشان عينك من سامي. سامي؟ ده انتي غلبانه قوي. سيلين انا جمانه، وجمانه ما تبصش الا لفوق. والله مش هتبص للخدامين. ومين بقى ان شاء الله اللي فوق دول؟ الخواجه. جمانه، هو انتي عايزه ايه بالظبط؟ يعني ايه دخل رماس بجوزها بمراته التانيه؟ ايه اللخبطه دي؟ انا مش فاهمه انتي عايزه ايه. سيلين اسمعي مني، سامي ده عامل زي السحر، الواحده تشوفه تفتكر انها اتعلقت بيه ومش قادره تستغنى عنه، وهو بيرمي سمه فيها بالهداوه. انتي عايزه تقولي ايه؟ انا اعرف سامي اكتر منك، لازم تسمعي كلامي. انتي كدابه. خلاص يا ستي، روحي اسالي رماس. اروح اسالي رماس اقول لها ايه؟ مين اللي قتل ضرتها؟ فهي بمنتهى البساطه هتقولي والله يا حبيبتي انا وسامي اللي عملنا كده. لا انا مش عايزاكي تساليها عن كده، روحي اساليها عن سامي. اسالها ايه عن سامي؟ روحي قولي لها ان هو بيحبك وانه هيسيبها وهيجي يتجوزك، وشوفي هتقولك ايه وهتعمل ايه. هتقولي كلام زي الزفت طبعا، يعني واحده رايحه عند واحده تقول لها والله يا حبيبتي ده جوزك بيحبني وهيسيبك ويتجوزني، هتقولي ايه مثلا عنه؟ كلام رومانسي؟ سيبك يا ستي من رماس، اسالي ديما. ديمة ايه بس؟ بصي انا عارفه ان سامي عمل بلاوي في حياته، بس انا بقى بالنسبه له حاجه تانيه خالص. انت بترمي نفسك في وادي ملوش اخر، واحنا قدامنا فرصه وهتضيع بسببك. انت مالك فيكي ايه؟ لو كان على الحب هيجي الف حب غيره. واكبر دليل يا ستي لما توفى جوزك الله يرحمه قفلتي على نفسك، وكنت فاكره انه ده اخر الحب اللي في حياتك، لغايه ما ظهر لنا المنايل اللي اسمه سامي وحبيتيه، ولا ايه؟ عايزه ايه؟ يعني خلاصه الكلام ده عايزه تقولي ايه من الاخر؟ بصي يا سيلين، انت لسه صغيره وزي القمر، ولو راح الحب يجي الف حب غيره، لكن الفرصه لو راحت مش هتيجي فرصه زي دي تاني. حتى لو سلامة بلغ عن سامي، ايه اللي هيحصل؟ لا هيحصل. طب هو ايه الدليل؟ ولا اي حاجه طبعا. بص يا سما، احنا قدامنا طريق ولازم نمشي فيه. دلوقتي المحامي عند ماما في السرايا بيرجع لنا السرايا باسمنا، وبعد كده نفس المحامي هيرجع لنا حقنا انا وانتي في الشركه. طب وحق ديما اللي بعيده؟ احنا كده ما قدامناش غير جمانة. جمانة بتكره سامي جدا، ولو عرفنا ان احنا ناخدها في صفنا هنعرف نقف في وش سامي. استاذ يوسف كان طلب مني ان انا اعمل كل اللي حضرتك عايزاه. ميرسي يا متر. قولي انت شايف ايه؟ والله انا شايف ان الموضوع واضح جدا، ما فيهوش اي غموض. احنا ممكن وبكل سهوله الشركه والسرايا ممكن ننقلها باسمهم، ومن بكره الصبح لو تحب. كويس قوي، طبعا ما عنديش مانع. هو كان عرض عليا ان احنا ممكن نعمل حاجه تانية، ده لو حضرتك تحبي. ايه هي؟ اننا بعد ما ننقل الشركه والسرايا باسمهم يرجعوا يبيعوها لك من تاني، والموضوع ده مفيش اي حد هياخد بيه خبر، هيفضل ما بينك وما بينهم. بيثبت لحسن نيتهم يعني؟ ده صحيح. وانا مش هقبل. السرايا دي حقهم، وانا عايزه اديها لهم زي ما عشت فيها عمري كله، عايزاهم هم كمان يعيشوا فيها اللي جاي من عمرهم مبسوطين ومطمنين، بس يا رب يحافظوا عليها ما يغلطوش الغلطه اللي انا غلطتها. بقول لكم ايه يا جماعه، ما تيجوا نغير سيره سامي ده عشان بجد انا ابتديت اتعصب. معاك حق، انا بيركبني 100 عفريت لما بسمع سيرته. لا لو عايزين نغير جو بجد بقى يبقى يلا نخرج. يا ريت. هتخرجوا وتسيبوني لوحدي؟ خلاص يا سلامة، خلاص يا حبيبي هتعيط ليه؟ هناخدك معانا وهو بالمرة تبتدي علاجك. ايه ده؟ ده المحامي. الو؟ يا متر. فعلا؟ طيب ميرسي قوي. لا لا خلاص تمام. اوكي. خير، ايه اللي حصل؟ رماس هانم موضت على الورق، كتبت السرايا باسمكم. على فكرة يا جماعة انتوا لازم تروحوا لها دلوقتي حالا.
كون انغماس هانم بنفسها تجيلي المستشفى دي حاجة عمري ما كنت أتخيلها. معنى كده إنها حاسة بغلطها وعايزة تتغير. سما أنا عارف إن أنت متضايقة، بس مامتك محتاجة إن أنتوا الاتنين تبقوا واقفين جنبها جدا دلوقتي. معاها حق على فكرة، ومش معقول هتقفي جنبي يا سما وتنسي والدتك. والمثل بيقول إيه؟ اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. طول الوقت فاكرة إني بحافظ على اسم العيلة ومكانة العيلة وتاريخ العيلة. طول الوقت شايفة إن أنا اللي صح وكل الناس غلط، وإني بحافظ على السرايا، وأنا اللي طول الوقت كنت بشوف في السرايا. يمكن أحسن حاجة عملتها في حياتي إني كتبتها باسم البنات، وأنا متأكدة إن هما اللي هيحبسوا عليها. أنا صحيح اتنزلت عنها عشان السرايا دي لازم ياخدها اللي يحافظ عليها واللي يحبها، وأنا كنت طماعة، كنت عايزة أخد كل حاجة وخسرت كل حاجة. كويس قوي ان انت لسه صاحيه، عايز اتكلم معاكي كلام مهم قوي، كلام يريحنا احنا الاتنين ويخلينا بقى نخلص من اللي احنا فيه ده كله. تحت امرك. كل واحد فينا لازم يروح لحاله. يا ريت. انا عارف ان الايام اللي فاتت دي كانت صعبه قوي، بس انا عمري ما دخلت صفقه وطلعت منها خسران. كويس قوي ان انت لسه صاحيه، عايز اتكلم معاكي كلام مهم قوي، كلام يريحنا احنا الاتنين ويخلينا بقى نخلص من اللي احنا فيه ده كله. تحت امرك. كل واحد فينا لازم يروح لحاله. يا ريت. انا عارف ان الايام اللي فاتت دي كانت صعبه قوي، بس انا عمري ما دخلت صفقه وطلعت منها خسران. ما انا عارفاك. انا خلصتك من كمال ومراته، يعني خلصتك من كل حاجه بتهددك وتهدد مكانتك وشركتك. وانا لو سبتك دلوقتي هطلع خسران. الشركه رماس، انا مش هبقى طماع واقول لك ان انا هاخد الشركه كلها، لا، على الاقل نصها. وبما ان بقى استحاله بعد ما ننفصل احنا نشتغل مع بعضينا، يبقى ما قدمناش غير حل من اتنين، يا اما بقى تشتري نصيبي يا اما نشتري نصيبك. حلو قوي. وطبعا انت ما معكش السيوله كفايه عشان تشتري نصيبي، فالمفروض ان انا اللي هشتري نصيبك. بالظبط. هو ايه اللي بالظبط؟ انت سامع انت بتقولي؟ هو أنا قلت حاجة غلط؟ لا خالص، أنت بس عاوزني أدفع تمن نصيبك اللي هو أصلاً بتاعي شركتي بفلوسي. أنت تقصدي تمن اللي أنا عملته علشانك؟ ولا قلت لك لا؟ يبقى مش هبقى على أي حاجة. بطل تهددني بقى يا سامي وتعال نتكلم بالعقل. اتفضل. الشركة مش باسمي أنا، خلاص كتبتها باسم بناتي، وإنت عايز تمن للي إنت عملته زي ما إنت بتقول. التمن ده أنا اللي هحدده. في بيني وبينك شركة، أنا خلاص مش عايزة نصيبي فيها، هتنزل لك عنه. والفلوس كلها اللي عملتها الشركة اللي كانت بينا الفترة اللي فاتت أنا هحطها لك في حسابك لوحدك، خدها كلها، ومني كمان مبلغ صغير كده هدية فوق البيعة. زبط أمورك مع عاطف عشان أنا عارفة إن أنت بهاء الجديد.
دي انتي دارسه كل حاجه كويس قوي. توازن قوى، واللي هيستغنى عن بهاء مش هيستغنى عنه الا لو كان محضر بديل. طيب ما تيجي بقى نتكلم بصراحه، انا مش هقبل ان انت تحددي ايه اللي ليا وايه اللي انا هاخده، وتعالي نتكلم بصراحه اكتر. انت لازم توقفي التسجيل للبنات دلوقتي، ان الشركه دي لو اتفتحت هتتقفل وفلوسها هتتصادر. الشركه بتاعتك يا هانم كانت بتخش مشروعات مش سليمه وبتاخد صفقات بطرق ملتويه وبرشاوي. انا بقى تحت ايدي كل المستندات دي، وبناتك لو فتحوا الشركه انا عندي استعداد اشيلهم الليله دي كلها. انا الشركه لا تعنيني، مساله بالنسبه لي دلوقتي بقت اكتر من كده بكتير، مساله تحدي بيني وبينك، ولازم اخد حقي كله وانا اللي احدده. مفيش تحت ايدك اي مستندات، انت كذاب يا سامي. شغلي دماغك وانت تعرفي اذا كنت كذاب ولا لا. بهاء خلاص وقع وفلوسه كلها اتصدرت، وكل شركاته والتعاملات الخاصة بيه بقت تحت ايد المسؤولين، وبيدوروا بقى على الشركات اللي هي كان بيتعامل معاها، والشركة بتاعتك من ضمن اللي هم كانوا بيتعاملوا معاها. عايزين يعرفوا بقى اللي خلاها بعيد ومحدش يقرب منها. العبد لله اللي هو انا اللي عمل كده علشان عاوزها وحقي ونفسي فيها. فكري بقى كويس في اللي انا قلته لك، والا هتلاقي نفسك انت وبناتك مش لاقيين تاكلوا. خلصت كلامك؟ اتفضل قوم وسيبني لوحدي. انت زعلتي من كلامي؟ لا لا لا، ازعل من ايه؟ كل اللي بيحصل ده نتيجة طبيعية لكل غلطاتي أنا. بس خلينا بقى نخلص من اللي احنا فيه ده بمنتهى الهدوء. حاضر. أصل أنت فاكر إن أنا مستخسرة الفلوس أو مش عايزة أديك حاجة. أنت غلطان ومش شايف. أنا أديتك كل حاجة يا سامي، كل حاجة، حتى حياتي، وسبتك تتصرف فيها زي ما انت عاوز. انت عارف يا سامي ايه الخلاف الحقيقي اللي بيني وبينك؟ اني حبيتك بجد. ارجوك ما تضحكش ولا تتريق عليا، ما تحسسينش ان انا غبيه وعبيطه اكتر من كده. طول الوقت كنت بحاول اصور لنفسي ان الخلاف اللي بينا خلاف حوالين فلوس، مش انك خدعتني ولا ضحكت عليا. سامي انا هديلك اللي انت عايزه، بس ارجوك ابعد عن الشركه. الشركه دي حق بناتي والسرايا حياتهم، وانا ما عنديش اي استعداد اني اخسرهم. وبرضو انا كنت مراتك وفي بيننا عشرة وعيش وملح. أرجوك يا سامي حافظ على عشرتي. أنا عايز أعرف إيه المطلوب مني بالظبط. سيبنا في حالنا وأنا هديك اللي أنت عايزه. أوعى تفتكري إن أنا صدقت الكلمتين اللي أنت قلتيهم دول. لا، أنا بس طلعت عشان أقول لك إن أنا خارج، وبكره هنتقابل في الشركه ان شاء الله. تكوني بقى فكرتي هنعمل ايه. Thank you.
مش عارف اشكرك زي يوسف. ايه يا ابني الجو ده؟ تشكرني على ايه بس؟ انا ما عملتش حاجه، وبعدين المفروض يعني ان احنا اخوات. انت وسيل. ايه ده؟ تشكر يا سيدي. انا قلت حاجه بتضحك؟ لا يا عم سيبك مني. انا بقول لك ايه؟ انا عايز اشرب شاي. تشرب شاي؟ لا مش عايز اشرب، خليك، عايز اتكلم معاك شويه. شكله كده موضوع غرامي. ارغي يا سي روميو. روميو مرة واحدة؟ هو انت بقى تبقى ان شاء الله لما انا ابقى روميو؟ لا يا عم انا غلبان، ماجيش جنبك حاجة، انا مجرد بني ادم بيحب الحياة وبيحب البني ادمين اللي حواليه، سيبك مني. طيب ماشي يا عم، المشاعر الجياشة. ناوي على ايه؟ ناوي على ايه في ايه؟ مش فاهم. يعني تفضل قاعد في السرايا؟ بص يا سلامة، مش عارف، انا ما كنتش عايز اروح من الاول اصلا، بس بعد كده الامور اتغيرت شوية وبصراحة أنا مش همشي إلا لو إيمان كانت حاسة إن هي مش مستريحة أو مش عايزة تقعد هناك، غير كده هفضل جنبهم واقف معاهم. طب ومش خايف من مشاكل؟ بالعكس خالص. بقى أقول لك على حاجة يا سلامة غريبة أوي، عندي إحساس كده، ممكن يكون إحساس أناني شوية بس إحساس حلو، إحساس إن أنا مسؤول عن حد، في حد بحبه وطول الليل والنهار قاعد بفكر فيه، بفكر ازاي هو عايز يبقى مستريح ويبقى مطمن، وابقى واخد بالي منه كده وفي ظهره. احساس حلو. انت بتحبها قوي بقى. الله، انت كان عندك شك ولا ايه؟ بهزر معاك يا عم والله. ايش يا عم؟ طيب سيبك مني انا خالص بقى، حضرتك ناوي تعمل ايه؟ مش فاهم. مش فاهم ايه يا سلامه؟ انت خلاص بسم الله ما شاء الله يعني تقريبا خفيت، ناوي ترجع الشغل اللي انت كنت فيه ده ولا ناوي تعمل ايه في حياتك؟ عادي يعني. عادي يعني؟ ده ايه الرد السامج ده؟ ايه عادي يعني؟ هو ده اقصى طموحاتك؟ يا ابني لا، ما ينفعش كده. لو بنتكلم كاخوات بجد يبقى انا مش شايف ان انت المفروض ترجع الشغل ده. سلامة، انت المفروض تبني لنفسك حاجه، تبقى واقف على ارض صلبه. انت مش فاهم يا يوسف، الحكايه محتاجه. لا 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 لا، لا محتاجه ولا مش محتاجه، سيبك من الهرس ده كله والنبي، الموضوع مش محتاج غير قرار. تدي نفسك اوردر، تدي نفسك دماغك كده اوردر، تقول انا مش هشتغل عند حد ومش هشتغل لحساب حد، انا عايز ابني نفسي. بسيطه. اقول لك على حاجه بس ما تضحكش عليا. قول، خايف والله بس قول. انت عارف كان نفسي ابقى ايه؟ اتفضل. مطرب. مطرب؟ مطرب مره واحده؟ مش قلت لك انا خايف؟ دلوقتي انا بقيت خايف اقول لك غني اساسا. بس والله شكلك بتتكلم بجد. طب ليه ما عملتش كده؟ مش عارف، حسيت يعني مشوار صعب كده ورزل، قلت يلا خليني في الطبيخ، هو ما حدش هيزهق من الاكل. اقول لك على حاجه وما تزعلش مني، انت غلطان يا سلامه، وللاسف غلطان في حق نفسك قبل ما تبقى غلطان في حق اي حد تاني. ما ينفعش يا سلامه يبقى في حاجه انت بتحبها ونفسك تكبر فيها، واول لما تلاقي الطريق صعب تهرب. انا ما هربتش يا يوسف. بقول لك ايه، مش هنقول الكلام ده مع بعض، الاستسلام زي الهروب، الاثنين واحد. اصلك ما تعرفش انا تعبت قد ايه. لا 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 لا، بقول لك ايه، اسطوانه الصعبانيات دي كلها عندي جوه، انا ممكن بقى اقول لك انا حياتي كانت عامله ازاي ونبتدي نقارن. سيبك من السكه دي والنبي، اسمع مني، اللي انت بتقوله ده غلط، الموضوع ابسط من كده بكتير، وزي ما بقول لك مش محتاج اكتر من قرار. صدقني يا سلامه، لما تبني نفسك في حاجه انت بتحبها وعايز تبقى حاجه كبيره فيها اكيد هتوصل، وطالما انت فعلا بتحبها بالمنظر اللي انت بتقول عليه ده، انا متاكد ان انت ان شاء الله هتبقى كبير قوي فيها. نبيلة، نبيلة كده قلقتوني عليكم، انتوا ليه مش بتردوا على التليفونات؟ بقول لك ايه، هو الرزل ده هنا؟ رزل كده مره واحده؟ طب بقول لك ايه، ماما فوق. ايوه فوق. ايوه، يعني هو خرج ولا ما خرجش؟ هو خرج وشكله كده هيبقى بره. طب الحمد لله احسن. طب احنا نطلع لماما. طب تعالوا ورايا. مش عارفة أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أخلص منه إزاي ده؟ البنات جم يا هانم. سما وإيمان؟ أيوه. طب خليهم يطلعوا لي. حاضر.
وحشتوني. من امتى بتستأذنوا يعني قبل ما تدخلوا لي؟ بصراحة ماما احنا ما كناش بنعمل كده الأول، بس دلوقتي الوضع اختلف، بقى في واحد غريب عندنا في البيت، فبقينا خايفين وقلقانين ولازم دلوقتي نستأذن قبل ما ندخل. عندك حق. سلام عامل ايه دلوقتي؟ كويس. هو حضرتك عايز تقنعيني انك سهران لغاية دلوقتي عشان تطمني على سلامة؟ ايه يا ستي وفرضي. كنت عايزة أقول لكم أنا عملت اللي أنتوا عايزينه. المحامي لسه ماشي من عندي. كتبت لكم كل حاجة باسمكم. حتى السراي. ممكن أمشي وأسيبه. أنا عارفة إني غلطت في حاجات كتير. في حاجات كتير أنتوا مش فاهمينها. بس اعذروني. مسيركم هتعرفوا كل حاجة. وعارفة من الفترة اللي فاتت دي في حواجز كتير اتبنت بيني وبينكم، بس مهما حصل انتوا عارفين ان انا بحبكم. كان حكمي على سلامة ويوسف مش صح، معلش. كان حكمي على حاجات كتير برضو غلط الفترة اللي فاتت، بس بحاول اصلح كل حاجة. أنا كل اللي عايزاه منكم انكم تخلوا بالكم من نفسكم، تحاولوا تسامحوني واسألوا علي. انكم جايين يعني. عملنا لك مفاجأة. مفاجأة حلوة. بصي بقى يا ستي، كنا عايزين نتكلم معاكي شوية. خير؟ ماما بهاء اتقبض عليه. مش بهاء ده اللي كان مشغل عاطف؟ ايوه فعلا. حلو، احنا بقى عايزينك تروحي تطمني عليه. اروح له السجن يعني؟ بالعكس، ده دلوقتي انسب وقت انك تعملي كده. هو دلوقتي ظروفه صعبه قوي يا ماما، وهتلاقيه عايز يحكي لك كل حاجه ممكن تقلبي بيها الدنيا. ده غير بقى ان هو ده الوحيد اللي هيقول لك تجيبي مناخير سامي الارض ازاي. فعلا يا ماما، هو في حاله صعبه دلوقتي، كل الناس بتبعد عنه ومفيش حد عايز يعترف بعلاقته بيه. وبعدين انا شايفه انه بهاء ده اللي عنده مش قليل، ده عنده حاجات خطيره قوي. وسامي بالنسبه له كان مجرد لعبه، عروسه بيحركها لمصلحته. يعني اكيد هو ممكن يفيدنا في اللي احنا فيه. انتوا عارفين انا كنت عنده وازوره قبل ما يتقبض عليه على طول. معقول؟ طب ده حلو جدا. لعلمك بقى، دلوقتي لما تروحي تزوريه تاني يبقى بتاكدي ان انت ما كنتيش بتزوريه عشان مصالحه بس، ده هو ده الصح. مصالح ايه وصح ايه؟ دلوقتي العين عليه، لو رحت له ممكن يحصل لي مشاكل. تاني يا ماما، تاني العين والمشاكل والناس. احنا دلوقتي مش بنفكر في حاجه غير في مصلحتنا وبس. سامي؟ انا برن عليك طول الليل وانت ما بترديش عليا. انت سكران ولا ايه؟ ايوه سكران، بكلمك طول الليل وبشرب. انت ليه بتعملي فيا كده؟ انا في بحبك. ايه؟ في انت اتجننت ولا ايه؟ انا مجنون بيكي، مالك في ايه؟ طب بقى هقولك على حاجه، انزل وبعد كده انا هجيلك. انا مش همشي، انا قررت خلاص ان احنا نبقى مع بعض سوا. وانا كمان قررت. انا قررت ده دلوقتي. يا سامي فوق يا سامي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا فايق وعارف انا بعمل ايه كويس قوي. انا مش قادر ابعد عنك سيلين، انا بحبك. بتعمل ايه بس؟ سيلين فوق، بلاش جنان بقى. سيلين ايه ده؟ يعني يوسف وايمان خرجوا وسابوك لوحدك؟ ما سليمان كانت تعبانه،
فيوسف خد الدكتور يطمن عليها. طب خلاص انا لما اقفل معاك هتصل اطمن عليها. طب بذمتك ما عشتكيش؟ ما عشتيني طبعا. طب ايه يا سما بقى، مش هنتجوز بقى؟ ما يلا. الله، مش لما تخف وتمشي على رجلك الاول. لا ما يغركيش المنظر، على فكره انا زي الفل، مش مكسور قوي الدرجات دي يعني. طب صدقي بكره انت اللي تجيلي وتقولي لي تعالى نتجوز، وانا اقول لك ساعتها ابقى افكر. يا سلام، طب اشوف مين هيعبرك اصلا. سما انا بحبك قوي. وانا كمان بموت فيك. حبيبتي الف 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 مبروك، الف مبروك يا ايمان. مش عارفه يا يوسف، انا حاسه ان احنا ممكن نكون تسرعنا شويه، حاسه ان مكانش وقته خالص. ايه يا حبيبتي بس اللي انت بتقوليه ده؟ هو احنا يعني كنا عارفينه انه هيحصل بدري كده؟ مش عارفه بصراحه، انا قلقانه قوي. قلقانه من ايه يا ايمان؟ يعني انت شايف الظروف اللي احنا فيها، كل المشاكل اللي فوق دماغنا دي، خايفه ما نعرفش ناخد بالنا منه كويس. تبقي غلطانه حبيبتي، ربنا بعت لنا البيبي ده هديه. البيبي ده اثبات ان انا وانتي صح، وان اللي احنا فيه ده هو اصح حاجه احنا عملناها، وان حياتنا مع بعض هي الحاجه الوحيده اللي فارقه واللي مهمه. انا مش عارفه ازاي انت دايما بتاخد كل الامور بسهوله كده. عشان كل حاجه سهله فعلا. ايمان بقول لك ايه، سيب بقى من كل الكلام ده، انا عايزك تبقي فرحانه، عايزك تبقي فرحانه قوي كمان، عايزك تبقي اسعد واحده في الدنيا دي كلها. حبيبتي احنا ربنا بعت لنا هدايا بجد، والبيبي ده هنعيش معاه حياه تانية خالص، هيبقى ابننا او بنتنا اللي جايين. انا مش عارفه من غيرك كنت هعيش ازاي. طب ايه، مش هنقول لماما ولا ايه؟ هنقول لها طبعا، انت تكلميها دلوقتي حالا اصلا، وبعدين تقولي لها حضر لنا غدا لان انا جعان جدا. سويها تقولي لها على حاجه، احنا بقى نروح هناك ناكل ونفاجئها. ماشي اتفقنا، مش تكلمها دلوقتي حالا. سيلينا انا اسف. ممكن ما تجيبش اسمي على لسانك تاني؟ من النهارده مفيش حاجه اسمها سليم، انسى اصلا انك شفتني او عرفتني، اخرج من حياتي. انا مش طايقه اشوفك، مش طايقه. كل كان عنده حق، كل اللي قالوه عنك كان حقيقه، انا اللي كنت غلط، ما صدقتش حاجه عشان كنت عبيطه، لاني طول عمري عبيطه. حب ايه وزفت ايه؟ حب كان المفروض اخد بالي من اول لحظه ومن اول يوم ان اللي بيعمل كل اللي انت بتعمله ده مستحيل يعرف يحب، ولا حتى يدي فرصه للي قدامه انه يقرب منه. انت مصمم تكره اي حد يقرب منك فيك، او تبعد اي حد بيحبك. غلط غلط. ممكن تسيبني يا سامي؟ انا لا طايقه اكلم حد ولا طايقه اشوف حد. انا ما كنتش في وعي. والله دي مشكلتك مش مشكلتي انا. انا كل اللي خطر في بالي ابقى معاكي وبس، كل ما احس ان انت بتبعدي انا بتجنن. انا مش مسؤوله عن افكارك. طب ممكن تديني فرصة تانية؟ ممكن تسيبني؟ ممكن تطلع برا؟ أنا مش قادر أبعد عنك. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لي، مش عارف إيه اللي بيخليني أبقى ضعيف قدامك. أنا عمري ما حسيت الإحساس ده مع حد. عايزة تعرفي أنا ليه عملت كده؟ اندفعت بمشاعري واحاسيسي ناحيتك عشان كنت عايز احس ان انا الاقوى، اقوى منك. كنت عايز احس انا ملكك بايديا مش انتي. حسيت ان انت المتحكمه في العلاقه اللي بيني وبينك، وانا ما تعودتش على كده. انا طول عمري بقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، طول عمري بقول امتى ابدا وامتى امشي، لكن لاول مره ما اعرفش حاجه. المره دي انا بحب بجد،
هو ده اللي مخوفني. مخوفني. طول عمري بقول اوعى. اوعى توقع في الحب. اوعى تستسلم لحد. كل اللي قدامي مستني فرصة واحدة علشان يقضي عليا. أنا بشك في كل الناس وهي دي مشكلتي. هو ده اللي مخليني مش عارف أفكر صح في اللي بيني وبينك. وأنا مطلوب مني بقى أصدق كل اللي أنت بتقوله ده. مش مطلوب منك إن أنت تصدقي. لا. أنا عايز أقوله لك. ولازم تعرفيه. انت الحاجة الوحيدة الحقيقية في حياتي. ايوه. انت الحاجة الوحيدة الحقيقية في حياتي. اتفضل يا السجل على ذمة القضية وممنوع من السفر. أجمل حتعدي. غريبة إنك جاية هنا تزوريني يعني ومش خايفة ولا قلقانة لحد يشوفك وهتبقي بلاك ليست. أخاف لو ما عنديش أصل. نكرك جميل. مش عارفة بتعامل مع مين. شوفي أيا ما كان سبب زيارتك فأنا قابله وراضي بيه. كفاية إنك ما خفتيش ولا قلقتي. ما تقولش كده. أنت برضو مش قليل. خلينا نخرج بقى من دائرة المجاملات دي واعرف ايه سبب الزيارة. ازورك اطمن عليك اقف جنبك اشوفك لو عايز حاجة. وبعدين؟ شوفي انا عاوز اقول لك على حاجة وحيدة ومهمة جدا جدا. انا طالما خرجت بقيت خارج منطقة الضوء فهقول لك على نصيحة تاخد بالك منها كويس قوي. عاطف. عاطف طلع اكبر مما اتخيل. ودوره بيكبر في الدائرة اللي أنا كنت موجود فيها. وللأسف هو وسامي حبايب اليومين دول. لا. عاطف ما بيحبش إلا نفسه، ما بيحبش حد. قول لي أعمل إيه؟ أنا عاوز مني خير. طبعًا. أنا عندي قرية سياحية في العين السخنة. اشتريتها وما سجلتهاش ومحدش يعرف عنها أي حاجة. أنت عارف إن الفلوس كلها اتجمدت. لو حد شم خبر بالقرية دي هتروح يا كمان. مظبوط. فهمت أنا عاوز منك إيه؟
قولي اللي انت عايزه بالظبط وانا اعمله. هتكتب القريه باسم بنت من بناتك، والمحامي هيمضيك على شيكات، وهياخد كل الاجراءات القانونيه عشان لما احب استعيد القريه في اي وقت استعيدها. حقك بن، اعتبره حصل. ده بالنسبه للي يخصك، وبالنسبه للي يخصني. بالنسبه لك انت بقى يا ستي، انت بدي يا سامي ده حجمه اكبر من حجمك. انت اكبر من سامي بكتير. سامي لسه بيتصنع بيتعمل، انما انت موجوده واسمك زي الفل في السوق، ولو ركزت شويه وفكرت شويه هيسيطري تماما. قولي ازاي؟ جمانه والخواج بلغيني باللي حصل. ابعت لي نمره المحامي بتاعك عشان اعمل لك اللي انت عايزه. ده انا قلت لك هتعملي نفسك ناسيه. ما اعملش كده معاك انت ابدا. اوفر. شكرا جدا. شكرا. يا سامي ده حجم اكبر من حجمك. انت اكبر من سامي بكتير. سامي لسه بيتصنع بيتعمل، انما انت موجوده واسمك زي الفل في السوق، ولو ركزت شويه وفكرت شويه هيسيطري تماما. قولي ازاي؟ جمانه والخواج بلغيني باللي حصل. ابعت لي نمره المحامي بتاعك عشان اعمل لك اللي انت عايزه. ده انا قلت لك هتعملي نفسك ناسيه. ما اعملش كده معاك انت ابدا. اوفر. شكرا جدا. شكرا. الحقيقة الورق كله في المكتب. اتصل بأي حد خليه يجيبه. للأسف النهاردة الورق يبقى عندي، وهتعمل اللي هقولك عليه. وأي ورقة هتتسجل أو أي ورقة هتخبيها كده ولا كده، مش هتشوف بنتك ولا مراتك مرة تانية خالص. أنت بتهددني؟ أيوة بهددك. اوعى بقى تفتكر عشان انت محامي انا هقلق، تبقى غلطان. انا ما بيهمنيش الحكايه دي خالص. هو هينزل وانت وراه، رجلكم على رجله. انا عايز الملف سليم، وهو يفضل سليم. على فكره انا ما بحبش البصه دي، بتتعبني وبتضايقني. يلا انزلوا معاه. يلا. رمازتي بقت متعبة زيادة عن اللزوم. الناس هاني جاية لحضرتك حاجة. ميرسي يا حبيبتي. Valley, sweetheart.
بونجور شيري. بونجور ما شيري. سافا سافا عادي. ازاي؟ كنت لسه هكلمك. من القلب للقلب يا حبيبتي. عاملين ايه؟ سافا الحمد لله. بس شكلك بتغير النهارده، شكلك حلو ومبسوط. انا كنت عامله حسابي نتخانق. أعوذ بالله، نتخانق ليه بس؟ في حد بيتخانق مع أهله؟ ده احنا عيلة. قوليلي، انتوا عملتوا المطعم بتاعكم بتاع إيطاليا صح؟ مطعم صغير كده. وماله؟ بكرة يكبر. سميتوه إيه؟ ليه أسأل؟ يعني عايزة أعرف. فورتيناتو، محظوظ. حلو الاسم. أنت كمان محظوظة. بس يا فالي، عايزة أخد رأيك في حاجة. في قرية سياحية في العين السخنة عجباني، عاوزة أشتريها، هكتبها باسم بنت من بناتي. مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. وهيبقى مع اسم بنتي كمان اسم أخويا رؤوف. يعني عايزة أكتب القرية باسم أخويا وديما، لأن ديما هي اللي باعت نصيبها في الشركة، يعني هي اللي معاها فلوس تعرف تبدأ مشروع جديد، تبدأ حياتها، تعمل اللي هي عايزاه يعني. اشمعنى رؤوف يعني؟ خدمة. هو هيقدم لي الخدمة دي وانا هقدم لك انت وهو الخدمه اللي انت عايزاها وكنت جايه تطلبيها تاني. هو ايه اللي كنت عايزاه؟ يا فالي، مش انت كنت جايه عشان تطلبي فلوس تاني؟ وكمان كنت متوقعه ان احنا هنتخانق. انا بقى هديكي الفلوس اللي انت عايزاها ومش هنتخانق، ورؤوف هيعمل لي الخدمه الصغيره دي. طب انا عندي اقتراح تاني افضل. أنا رأيي بدل ما تبقى الشركة السورية تبقى الشركة حقيقية، وبعدين إحنا كلنا عيلة واحدة وهو كله بيصب في كباته. وماله، دي فكرة حلوة قوي. أوكي نعمل كده على رأيك، إحنا عيلة واحدة. بس برضو أنا عايزة أفهم إيه سر التغيير العظيم ده مرة واحدة كده؟ مش مهم تعرف، المهم إن أنت هتاخدي اللي أنت عايزة وأنا هاخد اللي أنا عايزة. على فكرة بقى، الناس كلها بتحبك قوي، كلهم كانوا بيسألوا عليك. طبعا الناس كلها بتحبني، مش انا كده ما حصلتش وفظيع ولذيذ وكيوت و... ايه ايه ايه، بالراحة على نفسك. ايه النفخة دي كلها؟ حسب لا تفرقع. ايه انت؟ اقول لك يا سما بجد، على فكرة بقى الناس بتقول مرسي متشكر حاجات كده يعني. بس كده؟ لا طبعا بهزر معاك يا حبيبي، اصلا انا عشانك اعمل اي حاجة في الدنيا. انا متأكد من ده. طب وانت بقى؟ أنا يا ستي كل ملكك. بجد والله العظيم بتكلم بجد. يعني ما ينفعش نبعد عن بعض أكتر من كده يا سما. ومش عارف بصراحة موقف والدتك هيبقى إيه لما فاتحها في الموضوع بتاعنا. بس في حاجة مهمة عايز أقولها لك. سواء وافقت أو رفضت هتجوزك، يعني هتجوزك. على فكرة بقى أنت غريب قوي. دي هو أنا قلت حاجة غلط؟ لا أصل مش معقول يعني، أنت بتقرا أفكاري بالظبط، نفس اللي كنت عايزة أقوله بالظبط. شفتي بقى لما اقول لك ان انا فظيع ولذيذ و... يا ربي كفايه. انا اصلا ما فيش مني في الدنيا على فكره بصراحه. انت فيش زيك في الدنيا دي كلها. لو كان كده ماشي. طب خلي بالك على الطريق احسن. اهلا ايمان. اهلا يا يوسف. ماما صاحيه؟ يا حبيبتي صاحيه. طب اطلعي اندهي لها بسرعه وقولي لها ايمان هنا وعايزاكي في موضوع خطير جدا. في حاجه يا ايمان؟ اطلعي صاحيه بقول لك عايزاها في موضوع مهم. ايمان ما توقعيش قلبي في رجليا. في ايه؟ يوسف احنا مش ناقصين يا ابني. طب بس لو في حاجه قولي طمني. والله مش هقدر اتكلم في الموضوع ده خالص. للاسف يا دادا نبيله، الموضوع ده خاص بايمان ولازم تتكلم هي فيه مع مامتها بنفسها. بقى لو كده يبقى رماس هاني نايمه ومش بتقابل حد. خلاص هطلع لها انا بنفسي. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ ايمان مامتك مش ناقصه اي اخبار وحشه. جرى ايه يا دادا مالك؟ هو محدش بيقول غير اخبار وحشه في البيت ده؟ اهدي بس بسرعه. ايمان اهدي. اهلا اهلا. ايه يا نبيله، مش هتطلعي تقولي لي ان هم هنا؟ صوتكم عالي ليه؟ ما انا كنت طالعه اقول لحضرتك. حتى اساليهم. يا سلام، بقالي ساعه بقولها تطلع تندهلك وهي مش راضيه. ليه مثلا؟ احنا كنا جايين النهارده عايزينك في موضوع مهم قوي. طبعا حاضر، اتفضلوا تعالوا. خير في ايه؟ قولوا لي. انا حتى مش عارفه ابتدي الموضوع ازاي. زي ما تبدا بس قولي في ايه. هو يعني انا كنت عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي.
ايه يا ايمان في ايه ما تقول؟ ربنا يستر. احنا اصلا النهارده كنا جايين يعني عشان عشان انا بصراحه انا حامل. بجد؟ يا حبيبتي الف مبروك، الف مبروك. هتجيبي لي نونوهات كتير ولا نونو واحد؟ نبتدي بالاولاني بس الاول. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيكي. ايه مالك مبوز ليه؟ لا بالعكس والله مش مبوظ خالص، انا بس ما كنتش متخيل ان في حد ممكن يفرح لي قوي بخبر زي ده. انت عارفه ان انا طول عمري لوحدي، دي اول مره احس ان لي عيله. حتى طول الطريق وانا جاي انا وايمان كنت قاعد بفكر يعني مين ممكن اقول له العيله. انا كنت عايزه اقول للناس كلها ده انا جاي لي بيبي، بس ما لقيتش حد ممكن يفرح لي كده. ايه يا عم يوسف، ايه الكآبه اللي انت فيها دي؟ ده انت المفروض كده تنبسط وتضحك كده. والله انا مبسوط جدا، دي مش كآبة ولا حاجه، بس انا فعلا النهارده اول مره احس ان انا ليا عيله. يعني مش زعلان مني؟ انا عمري ما زعلت منك. عارفه انت يمكن ما تكونيش قلتيها قبل كده، بس انا مقدر وفاهم كويس قوي احساس الام لما تحس ان بنتها بتجوز واحد مالوش عيله ولا اهل ولا حتى اصل. بص بقى، انا عايزه افهمك حاجه مهمه قوي احطها حلقه في ودنك. اي عيله في الدنيا ممكن تورث فلوس حسب نسب، لكن سمعة البني آدم هو بس اللي ممكن يبنيها ويقدر يحافظ عليها، فاهم؟ بتعيط لما بنيجي نسرح لها شعرها وبتستخبى مننا، فاكره حبيبتي؟ مش مصدقه. عارفه يا نبيله، لو اقدر ارجع الزمن كنت غيرت حاجات كتيره قوي، وحاجات كتير ما كنتش عملتها، حاجات عملتها غصب عني. بس المهم ان انت اكتر واحده عارفين، وعارفه ان انا ستي مش وحشه، بحب عيالي قوي. صدقيني هما كمان بيحبوكي قوي. عايزاكي تعملي اكل كويس جدا، ما شكلها هفتان كده وتعبان، مش كده برضو؟ قوي. يا حرام الحمل تعبها قوي. بقولك ايه، انا عاوز اعمل حفله. حفله؟ ليه لا؟ بس بالراحه شويه كده على نفسك، بالراحه. بالراحه ايه؟ ده احنا ما بنصدق نفرح. وعايزه اقول لسما تيجي تحضر معانا وتجيب معاها سلام، وكمان رؤوف ومراته ييجوا. عايزه احس ان احنا بقينا عيله كده. ادخل، تعالى. روحي انت دلوقتي. تعالى. انا كنت عايزه اقول لك بجد ميرسي. على ايه؟ ممكن ما تصدقينيش، بس انا الحضن ده فعلا فرق معايا قوي. انت بتقول ايه؟ اعتبر نفسك بجد من النهارده ابني. وانا ده السبب التاني اللي انا كنت طالع لك عشانه. عايزك تعرفي من النهارده اي حاجه انت محتاجاها او اي حاجه هتطلبيها في الدنيا دي كلها انا معاكي وفي ظهرك. ربنا يخليك ليا. انا عايزك تخلي بالك من نفسك ومن ايمان ومن ابنكم اللي جاي، وتملوا لي الدنيا اطفال، فاهم؟ حاضر. عايزكوا تبقوا مبسوطين وتفضلوا دايما حواليا. انا مش عايزه اي حاجه تانيه اكتر من كده. ايه ده بجد حامل؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ يلا بقى شدوا حيلكم، عايزين نفرح بيكم. لا يا ستي انا مش عايزة اخلف دلوقتي خالص. لا والله. ايه يعني اجيب عيل يقعد يعيط ويقرفني ويزهقني واغير له بامبرز؟ ايه الجو ده؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نتفسح الاول ونعيش حياتنا؟ اتفقنا امتى على ده؟ هو كده بقى. في ايه يا عم سلامة؟ ما تشوف الموضوع ده. شوف ايه، انا مش عايزة دلوقتي، انا حرة، خليه لكم انتوا. ليه كده يا بنتي؟ هو في احلى من ان يبقى عندك بيبي، خصوصا لو من حد بتحبيه؟ لا شفتي الدلع؟ بقول لك ايه بقى، نفسها في توأم.
كمان؟ اه. طب انا موافقه على فكره، بس بشرط. ايه؟ انا واحد وانتي واحد. والله انا موافقه لو يوسف وافق خديه. يوسف مين اللي موافق؟ وانا واحد وانتي واحد. ايه؟ ايه مشكلتك اختي وليا فيها على فكره؟ ولادي. ايه يا عم سلام؟ هناخد اخ والله. لا لا والله. ايمان حبيبتي مبروك. اخيرا انا مبسوط قوي قوي قوي، جبت لنا بيبي صغنن نلعب فيه. الف مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. خير وربنا يخليك. ازيك يا سام؟ ازيك يا خير. اهلا 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 كل الحبايب هنا. ازيك يا ديب؟ ريماس. ازيك يا رؤوف؟ ازيك يا ريماس؟ بونجور ماشي. الحمد لله يا حبيبي. بونجور. تري بيل اوجوردي. بشكلك زي القمر. ميرسي. وانت كمان شكلك مختلف تماما. يا جماعه عندي خبر مهم عايزه اقوله لكم. رؤوف وفيولا هيشاركوا معانا في شراء قرية سياحية حلوة قوي معروضة علينا. تمام. أنا كنت عايز أقعد معاك يا ريماس عشان نتكلم في الموضوع ده. طبعاً هنقعد وهنتكلم في كل التفاصيل. الله الله الله. متجمعين عند النبي كده إن شاء الله. طب مش تقولوا لي إن أنتم متجمعين؟ ده لازم أعرف. وانا مش من العيله دي ولا ايه؟ لا انا كده اعتبر نفسي شخص مش مرغوب فيه. سامي امشي اطلع بره. ما بلاش يهانم بقى النعره الكدابه دي. اطلع بره بكرامتك والا هخلي الخدامين يرموك بره. عيب قوي يا هانم، عيب. أنا هعتبرك إن أنت مش واخدة بالك، وكمان هعتبرك إن أنت مش في حالتك الطبيعية. لا في حالتي الطبيعية. وبقول لك اطلع برا، وبكرة الصبح أنا هروح الشركة، ولو لقيتك هناك أو بس لمحتك معدي من قدامها، هولع فيك وفي الشركة وهدفنك فيها. هانم، الظاهر كده إن أنت مش واخدة بالك أنت بتقولي إيه. لا واخدة بالي. اطلع برا. وما تخلينيش أعمل حاجة تزعلك أكتر من كده. برا. لمس يا هانم، لما تطردي حد اطرديني بملكي مش من ملكه. السرايا دي بتاعتي أنا، وسأل المحامي بتاعك. مش عايز أشوف حد منكم هنا مرة تانية في بيتي. سامعين؟ اطلعوا برا! هو بيقول ايه؟ مستحيل يا ماما يكون الكلام اللي بيقوله ده صحيح. مش فاهمة يا سما. كلم المحامي. الجرس محدش بيرد. هو الكلام اللي بيقوله ده صح يا ماما؟ معرفش. طالما مش بيرد على حضرتك يبقى اكيد كلامه صح. طب هنعمل ايه؟ مش عارفه. مش عارفه. مش عارفة في ايه. رحمة بابا انا ماسكة نفسي بالعافية. البني ادم ده رصاصة ونخلص منه. انا بقول ندفنه هنا في الجنينة ونبني فوقيها بيت كلاب. ايه يا جماعة اللي انتوا بتقولوه ده؟ احنا محتاجين دلوقتي نهدى ونفكر بعقل ونشوف هنعمل ايه في المصيبة اللي رماها في وشنا دي. اللي انتوا بتقولوه ده ما فيهوش اي نوع من انواع المنطق. صح كده، نهدى شوية اوكي؟ نشوف غيماس هاني بتعمل ايه ورؤوف. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ سامي؟ اللي انت سمعته بالظبط. السرايا دي ملكي انا. ازاي؟ ريماس بعتها لك مثلا؟ ايوه بعتها لي. مستحيل تعمل كده. الورق بيقول كده. ورق؟ اكيد الورق ده مش سليم. نعم. اثبت بقى لو تقدر ان هو مش سليم.
استاذ سامي، نتكلم بهدوء شويه ونشوف حل للوضع اللي احنا فيه ده. انا رايي ان انت ورماس تنفصلوا، ده احسن حل. قوي قوي، انا ما عنديش اي مانع. طلباتك ايه؟ انا ماليش طلبات غير طلب واحد بس. ايه هو؟ انكم تخرجوا من السرايا، من بيتي. انت كده بتعقد الامور. اعقد ايه يا استاذ رؤوف؟ الست هانم وقفت وسط الفيلا تحت وقالت لي اطلع بره، على اساس ان ده ملكها. انا كمان من حقي اعمل زيها. تعمل ايه وما تعملش ايه؟ ايه اللي انت عملته ده اصلا؟ عملت ايه يا رورو؟ سرايت ايه اللي ملكك؟ انا نسيت اقولك على حاجه مهمه. المحامي بتاعك جالي وقال ان انت مضيتي عقود بيع شركه والسرايا لاولادك، وانه هيسجلها، وطلب مني إيه عشان هو راجل محترم ومؤدب. قلت له ممكن العقود دي تبقى باسمي؟ قال لي قوي 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 قوي. وقعد بقى يدور في الورق يمين وشمال لحد ما السرايا بقت بتاعتي. اصل انت بتمضي على ورق من غير ما تشوفي، عيبك ومشكلتك انك بتثقي في كل الناس. بكره ان شاء الله اخرك في السرايا هنا. يا حقير يا واطي! انت بتشتمي مين؟ اقسم برب العزه لسانك ده انا اقطعهولك. آه! ايه ده؟ انت جننت ولا ايه؟ انت مالكش دعوه. سامعه؟ اقطعهولك. لسه موجودين هنا؟ مش انا قلت مش عايز اشوف حد في بيتي؟ اطلعوا بره. اوعى تكون فاكر ان احنا هنخاف من كلامك ده والكلام الفارغ ده ونمشي ونسيب السرايا دي. احنا مش هنمشي. انت هتمشي. احنا مش هنسيب بيتنا لو عملت ايه، انت فاهم؟ هعمل اللي انا عايزه. فاكر ان احنا هنسيبك؟ بلاش انت تتكلم يا ابو شعر اصفر، انت عارف كويس قوي ومجرب ان انا لما بزعل بعمل ايه. ما تهدى على نفسك بقى كده، اهدى على نفسك، انت راجل كبير يطقلك عرق، ولا انت سايب لك كاسين ولفه معاك ولا ايه بالظبط؟ ده انا لسه هشربك كتير قوي. انت فاكر ممكن تطلق اي حد من بيته؟ البلد فيها القانون. لما بيته، لما يبقى بيته. سامعه؟ الدرجة دي خايفة مني؟ تقدر تستناني تحت وانا هنزلك. ياه، قلقانة نقعد مع بعض؟ معلش، نقعد في مكان عام احسن. يبقى لسه قلقانة؟ مش قلقانة ولا حاجة يا سيدي. ما كنتش في وعي صدقيني. طب عاوزاني اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، ما حدش طلب منك تعمل حاجة خالص. ما انا لازم اعمل. قولي لي اي حاجة، ايه اللي يرضيكي وانا هعمله. أنا عمري ما تخيلت إن أنا ممكن أتعرض لموقف زي ده أبداً في حياتي. أنت مش عارف أنت عملت فيا إيه. أنت كرهتني في نفسي. أنت غبي، غبي قوي يا سامي. أقسم بالله ما كان قصدي، أنا ما كنتش في وعي. أنت كسرتني، بنيت حاجز بيني وبينك كبير قوي. سيلين، أنا مش هقدر أبعد عنك، مش هقول لك الكلام ده مرة تانية. أنا عايز أتجوزك ومش هسيبك ومش هقدر أبعد عنك. عارفة ليه؟ لأن ببساطة أنت أحلى حاجة حصلت لي في حياتي.
انت الحقيقه الوحيده في حياتي. انا عارف ان اللي حصل ده صعب يتنسي، بس انت هتنسيه. انا عارف، علشان انت احسن مني. انا ما عنديش حد في الدنيا غيرك، وما كنتش اثق في حد غيرك. اقسم بالله بحبك، والله العظيم بحبك، بحبك حب ما حبيتوش لحد في الدنيا دي كلها، ولا احبه. صدقيني انا بحبك. بكده يا فندم تبقى القريه بالفعل باسمك. سلم لي على بهاء بي وقول له اني مستنياه يعزمني تاني عنده، وخليه ما يقلقش، القريه في عيني. في رساله يا فندم هو مبلغني ان انا ابلغها لك. خير؟ كلمي جوانا. اوكي حاضر. بعد اذن حضرتك يا فندم. اتفضل. الو جمانة، ازيك؟ انا ريماس. في حد قريب منك قوي عاوزني اكلمك. ايه مالك؟ كان عندك حق، طول عمري عندي حق. بس ايه، حصل حاجه جديده ولا ايه؟ سامي هو لحق يستندل معاكي؟ لا، اكتر من الندله بكتير. عمل ايه؟ مش مهم عمل ايه، المهم ان انا فقدت الثقه فيه خلاص. اوعي تكوني قلتي له كده. لا طبعا ما قلتلوش. طب ايه؟ مش عارفه، انا كل اللي بفكر فيه دلوقتي ان انا اسدد اللي عليا وكمان اخلع منه. انا تعبت خلاص كده. ما قدامكيش غير طريق واحد بس. اللي هو ايه؟ عاطف وريماس. انا من ايدك دي لايدك دي، انا اكتر حاجه بفكر فيها اليومين دول هي نفسي وبس. حلوه قوي كده. طيب ايه الخطوه اللي جايه؟ لا انا عايزاكي تهدي خالص عشان اعمل لك شغل كويس. بس مفيش وقت، انا لازم اسدد على الاقل نص المبلغ في اقرب وقت. وحياتك عندي، انا هريحك على الاخر. اكيد طبعا. اوكي ماشي. اوكي يلا باي باي. ماما كويس انك صح؟ خير. هنعمل ايه؟ مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ ماما احنا لازم نتكلم، المحامي يجي هنا ونتكلم معاه، نعرف اذا كان كلام الزفت ده صح ولا لا. حاضر. وبعدين الكلام اللي بيقوله ده لو صح، احنا هنمشي من هنا نروح على فين؟ هفكر، سيبيني افكر. لو سمحتي يا ماما، ممكن تشاركينا في افكارك؟ كل مره بتفكري لوحدك بيحصل كارثه. كارثه؟ عندك حق. ماما انا مش قصدي، بس مش مشكله، اتاكد بس ان الكلام اللي قاله صح، وبعد كده أنا هتصرف. ان احنا اشترينا قريه جديده؟ ايوه بقى، انا عايز اعرف ايه الموضوع ده، عشان بجد انا بدات اتلخبط، ولازم تفهمينا ايه اللي بيحصل ونعرف نحط رجلينا فين. بعمل خدمه وهاخد قصادها اللي انا عايزاه. لمين؟ بهاء. طيب كنت عايز اسالك على حاجه. هو المحامي خلاص
كتب السرايا باسم سامي؟ طيب والشركة؟ لا الشركة لا، الغلطة كانت في الورق بتاع السرايا بس، وأنا مش عايز أظلم المحامي لأني عرفت إن سامي هدده إنه يقتله ويقتل مراته وابنه، بس كان في غلطة في الورق وكان لازم ياخد باله منها. طيب ما تبيعي الشركة لبهاء. بهاء محجوز عليه. وإيه يعني؟ إحنا نروح نسحب كل الفلوس من البنك ونحطها باسمنا، وبعدين نعمل عقد مع بهاء إن إحنا بعنا له الشركة، وبما إن بقى سامي عينه كده كده هتطلع على الشركة وعلى السرايا، خلي بقى يروح ياخدها من بهاء. بقولك بهاء تم التحفظ على أمواله. طب إيه المشكلة؟ يتحفظوا على الشركة كمان، خلي سامي بقى يبقى يروح ياخدها. لا يا ديما، كده هنخسر حاجات كتير قوي، الشركة وأصولها ومعاملاتها. عارفة؟ أنا عايزة أقابل سيلين. حلو، كده احنا مع بعض على نفس الخط، الأهم بقى إنك تاخديها في صفك. انت عارفة إن سامي بيرسم عليها؟ شكلها كده يعني وقعلها على قرشين كويسين، ده غير إن البت حلوة تحل من على حبل المشنقة. بس الأهم بقى من كده، هو لسه في حاجة مهمة؟ جمانة قالت لي إن هو واقع لشوشته، وإن هو يعني شوية شوية وهيوطي بوس رجلها. بتهيألي إنه لو عرفنا ناخد سيرين في صفنا ونثبت لها إن سامي بيلعب عليها وبيستغلها، هي هتبقى الطريقة الوحيدة إن إحنا نخليه يصف الدروب. احنا مش هنخلص من الليله دي ولا ايه؟ اطلع منها زي ما دخلتها واحنا نخلص. طب ايه رايك نقسم البلد نصين؟ انت بتقول ايه؟ انت عايز تخش تسرق نص بيتي واسكت لك واقول لك حاضر؟ الله، انت مجنون يا سامي. انت شفت اهو، انا باخد اللي انا عايزه بالطريقه اللي تعجبني. قصدك على السرايا؟ ايوه السرايا. ممكن تقعد فيها يوم اثنين سنه، بس في الاخر سرايتي هترجع لي. ما انت عارف الدنيا كلها في كفه، وسرايتي في كفه، واذا كان على الورقه اللي مكتوب فيها اعترافي بان قتلت ناريمان وكمال، بالله يا سامي واشرب ميتها. عارف ليه؟ عشان هقول ان انت اجبرتني اكتبها، وانك عذبتني وهددتني انك تقتل بناتي وبناتي دول روحي. يعني في الاخر يا سامي بيه التحقيق هيتفتح، وانت ان شاء الله هتروح في 60 داهية. يعني الحرب مستمرة؟ حرب ايه؟ دي هتبقى مذبحة ولا مذبحة القلعة. وعلى فكرة اللي انت فاكر انك ساند عليه وانه هيساعدك ويحميك وحيمد ايده ويشيلك من اي مصيبة تقع فيها، ان شاء الله مش هيعمل كده، ده هيبيعك زي ما باع مين؟ بهاء. الله، هو انت مش واخد بالك ان الناس الكبيرة قوي دي ما بتحبش المشاكل ولا بتحب تحط نفسها في الشبهات، تحب تشتغل كده في السليم، ولو حد من رجالتها وقع بالسلامة يشيل هو شيلته لوحده. نسيت أقولك، المحامي بتاعي اللي انت منعته انه يروح يسجل الشركة لبناتي عشان كان خايف منك، معلش هو ما راحش مسجلهاش، بس أنا بقى بعت محامي تاني وسجل الشركة باسم البنات. يعني أنت دلوقتي بتشتغل عند بناتي في شركتهم. والله عايز تفضل موظف عندهم؟ ماشي،
وماله؟ عايز يبقى عندك كرامة وتمشي وماله برضو كويس، بس في الآخر انت اللي هتروح في 60 داهية. مش خدت السرايا؟ اتبسط بيها شوية يا 7 البرومبا. تقدر تتفضل. ايه يا سما؟ نويتوا على ايه؟ شقة. انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت ما تعرفش ان الشركة بقت ملكي انا واخواتي؟ عرفت. امال ايه اللي جابك هنا؟ اه نسيت اقول لك يا سامي بيه، انا عينت سلامة مدير الشركة. يعني يا ريت بقى ما اشوفش وشك هنا دي. البسيه يا هانم. حلو الكلام، أنا سعيد جدا باللي بيحصل، برافو عليكي، سلامتك. غرف 60 داهية. ناويين على إيه؟ ها؟ مش عارفة، ماما هي اللي هتقول. طب القرية؟ أنا سمعت إنها مضت العقود خلاص. أو يمكن تكون بتسجلها كمان دلوقتي. بس أنا عايز أفهم إيه القلبة دي؟ وإيه حكاية القرية الجديدة دي؟ مش عندكم قرية في شرم؟ مش مهم بقى يا سلامة، أنا مركزتش في الحاجات دي خالص. أنا كل اللي كان يهمني إن أرمي سامي ده بره. مش بس كده، دي سيلين كمان رميته من دماغها تماما. وانا بعتلك نصيبه اللي كان في الشركه اللي بيني وبينه. على فكره انا خدتلك ميعاد من الراجل الكبير. وانا هقابل سيلين وهظبط معاها كل حاجه. انا عايزه اقولك على حاجه مهمه هتفيدك في مقابلتك معاها. قولي. انت عارفه انه سامي هيموت عليها؟ حقير، ويعمل اكتر من كده كمان. انا بقى فين من الليله دي اللي تقولي عليه؟ طيب سامي المرشح الرئيسي بعد بهاء مباشرة، يعني المفروض هو اللي هيسيطر. ها وبعدين؟ لكن لو بقى عليه مشاكل كتير لازم يبقى له بديل. انتي؟ ايوة، بس علشان ده يحصل لازم اكون واقفة على ارض قوية. اللي تأمري بي. خلاص هنتفق انا وسيلين ونبلغك، وانا متأكدة مقابلتنا الجاية هتبقى مثمرة. انا همشي علشان عاطف هيقابلك كمان نص ساعة. مفاتيح الراجل الكبير مع عاطف. انت كمان قلتي لي انك هتاخدي لي منه معاد. ايوه، بس علشان ده يحصل لازم تكوني عارفه كل مفاتيحه. مفاتيحه كلها مع عاطف. نبيله! نبيله! ايوه. لمي هدومك، ومش عاوز اشوفك هنا مره تانيه. لو شفتك هنا مرة تانية هرميكي لكلاب السكك، سامعة؟ أنا؟ لما ربيت رماس وبنتها ما بقاش أنا. اطلعي برا! يلا! أنت إيه اللي جابك هنا؟ مش قلت مش عايز أشوف وشك مرة تانية؟ جاي أخد حاجتي وماشية، حاسب لك السرايا مؤقتا يا سامي. انت مالكيش اي حاجه هنا، هتخرجي بالهدوم اللي عليكي دي. انت مش خلاص عملت اللي انت عايزاه؟ قبلي بقى. اما خليتك تمشي حافيه في الشوارع وتحدفي الناس بالطوب وتكلمي نفسك زي المجانين، ما بقاش يا سامي. والله يا سامي انت اللي صعبان عليا من اللي هتشوفه اللي باقي من عمرك كله. يا نصاب يا حرام يا لص. مين اللي نصاب؟ جرب تمد ايدك عليا، عمرك ما هتتخيل اللي هتشوفه. اطلعي برا برا. مسرنا هنتقابل تاني. برا.
هاتف. لا ترد انت كمان. انا مش فاهم انت تقصدي ايه. من الاخر كده عايزاك تسيبك من سامي ده خالص وتخليك معايا انا. افهم من كده ان انت قررتي ان احنا نبقى سوا؟ لا، بزنس بس. لا، لو في البيزنس يبقى سامي يكسب. لو بيزنس يبقى احنا نكسب. انتوا مين؟ انت عارف احنا مين كويس قوي. الامور بتتغير والمصالح هي اللي بتنادي على اصحابها. يبقى مصالحك معانا. مصالحي؟ لا، انت فاهمه غلط. احنا اللي بنحدد اللي جاي مع مين. الظروف هي اللي بتحدد مين يصلح ومين ما يصلحش. احنا برضو اللي بنحدد الظروف. انتوا مين؟ انت عمال تقول لي احنا احنا احنا. انتوا مين؟ انا عايز افهم. سما، خلي بالك، مامتك هي اللي اختارت انها تبعد. انا مالي ومال ماما؟ انا دلوقتي بكلمك عن نفسي وعن اخواتي. بص بقى، في الاول ماما هي اللي كانت ماشيه المركب. كانت انا عارفه ان هي يعني نظرتها طول الوقت للامور ضيقه قوي، ما خدتش بالها ان المصالح مشتركه. كانت معتقدة ان هي ممكن تعمل كل حاجة عشان هي ماسكة الامور بايديها، وكان احساسها بانها قوية وان محدش يقدر يقف قصادها هو اللي خدعها. طب وانتي؟ انا معاك، وعايزة اقولك على حاجة بقى. انا مش هقولك انا عايزة ايه، قول انت عايز ايه، واللي انت عايزه انا هنفذه بالحرف. المهم ان سامي يخرج بره اللعبة. ده طار شخصي بقى. سميه زي ما تسميه. بس الشغل مش كده خالص. لا، ده الشغل كده وابو كده. انت ليك ايه؟ انت عايز ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ كل اللي عايزينه ان الشغل يتعمل ويصب لمصلحتكم، مش كده؟ يعني يبقى انا صدقني اقول لك على حاجه كمان. انت غلطت لما امنت لسامي. انا عمري ما امن لحد ابدا. طب مش مشكله. ها، هتقول المطلوب ولا مش هتقوله؟ طيب سيبيني احسبها واشوف كده الامور هتوصل لايه. طيب، وانا كنت عايزه اقول لك على حاجه كمان. الشركه دي ماما بعتها ليا ولاخواتي، والشركه اللي انت كنت عاملها مع سامي اللي كنت بتبعته له فلوس عليها، عارفها؟ عارفها طبعا، ما انا اللي مأسسها له. ماما بقى باعت نصيبها لجمعنا. وبعدين؟ يعني سامي هيروح في ده. بس خلي بالك، سامي مش سهل. هيحارب عشان المكان اللي وصل لها، واي حد هيوب له هيهرسه. ومين بقى اللي هيسمح له؟ طيب جربنا، مش يمكن احنا افيد لك من الهري ده كله؟ افكر. الله 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 الله، هاري سويت. في ايه؟ استني استني استني. لا 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 لا، شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم كله مرفوع عليها قضايا فساد جامدة جدا. طب وإيه المشكلة يعني؟ مشكلة إيه؟ ده مليارات يا بنتي. عادي يعني، كل يوم بيحصل حاجات زي كده. عادي، أنت كل حاجة عندك عادي أساسا. بقولك إيه؟ أنا عايز أتكلم معاكي في حاجة، بس لا عايز بقى لا قفش ولا زربانة ولا الشويتين بتوعك دول. خير يا يوسف، في ايه؟ متهيألي كده إيمان إن في شوية حاجات كانت بتتم في شركة أبوكي مش صح. حاجات من الآخر مشبوهة شوية، وهو ده اللي مخلي أمك مش عارفة تتكلم مع سامي كلمتين على بعض. قصدك إيه يعني؟ بعدين يعني بابا مستحيل يكون شايف إن في حاجة غلط بتحصل في الشركة ويسكت. حبيبتي افهمي بس، الحاجات دي بتحصل في شركات العالم كله. أي شركة كبيرة في البيزنس، وبالذات لو كانت عندها فلوس كتير ورأس مال كبير، بيبقى عندها شوية حاجات كده خلينا نقول أسرار مش المفروض إن الناس تعرفها. ودي حاجة متعارف عليها يعني. وبعدين خلي بالك، أبوكي مش هو برضو اللي كان ماسك كل حاجة، ما هو كان مدي كل حاجة لسامي، يعني بداية القصيدة أصلاً كفر. فما تغدرمنيش بقى ممكن يكون عامل إيه من وراه، ولا منيمه في العسل، ولا قال له إيه، مش هتعرفي. تصدق عندك حق، ممكن جداً طبعاً. طب وبعدين؟ هنعمل ايه في المصيبة دي؟ ما تفكر لنا كده شوية بأي حاجة يعني. ما تفكر لنا وبتلعبيش شعري. بقولك ايه، اسكتي خالص اسكتي خالص اسكتي عشان اعرف افكر. منشوف بقى هنعمل في أم سامي ده ايه. ده يخرب بيته. طمنيني، اخبار شغلك ايه؟ يعني
عندي شويه مشاكل. ليه كده؟ احكي لي. غريبه قوي، من امتى وانت مهتمه بشغلي؟ يعني انا كنت فاكره انك عاوزاني عشان حاجه تانية خالص. زي ايه يعني؟ سامي مثلا. طيب كويس انك جبتي سيرته. بقول لك ايه، ما تيجي نخلص كلام عنه عشان نتكلم في المهم بقى. هو عامل معاكي ايه؟ عادي. لا يا سيلين، مش عادي. انا عارفه انه واقع في غرامك. انت عرفتي؟ اه عرفت. ايه مالك متضايقه قوي كده ليه؟ يعني دي حاجه ما كنتش احب حد يعرفها. المهم انت جايباني النهارده عشان ايه؟ مش انت مره زمان قلتيلي ان انت عايزه تعملي معايا شغل؟ اه ده حقيقي طبعا. طب يلا، انا كمان دلوقتي عايزه اعمل معاكي شغل. غريبه يعني، ايه اللي غير رايك بالشكل ده؟ سمعت انك شاطره في شغلك، عندك شويه مشاكل وايه يعني؟ ما تقفيش تاني يعني على رجلك؟ لا تقفي وتشتغلي. طب ما نجيب من الاخر. سامي بيه يهمك؟ لا طبعا. لا طبعا بجد، اصحاب يعني ولا لسه في حته صغيره كده في القلب بتفكر؟ ريماس هنا مفهمين. بقول لك ايه، ما تقلقيش مني، تعالي نتكلم بصراحه عشان نوصل لحل. حل ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. لا فهماني يا سيلين، اشرح لك تاني. بصي يا حبيبتي، سامي ما عادش يهمني خالص. جوازي منه كان غلطه وحصلحها، وقبل ما حصلحها هرجعه جربوع في الشوارع زي ما كان. تمام. انا بقى كل اللي يهمني اني احل مشاكلي الماديه وبس. هتحليها؟ طبعا هتحليها، بس انا ديوني كتير. ولا يهمك، مهما كانت هنعمل شغل في السياحه زي ما كنت عايزه، وهنعمل شغل كمان هنا في شركتي مع بعض. بس مش سامي شريك معاكي هنا في الشركه؟ خالص، الشركه دي باسم بناتي بس. ايه ده بجد؟ سيلين، انا وانتي لازم نحط ايدينا في ايدين بعض ونقف قصاده. سامي مش هيسيبك ولا هيسيبني، انا عارفاه، ده سفاح. صحيح، انا كنت عايزه اقولك على حاجه بس خايفه، بس بصراحه برضو انا مش مصدقها قوي. لا قولي. انا خايفه انك تتصدمي. لا 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 لا، قولي ما تخافيش. سمعت كده انه ليه دخل في قتل مرات كمال التانية. يا نهار اسود بجد؟ طب ده ممكن يخلص علينا احنا كمان. طب ما نبلغ البوليس، نعمل اي حاجة. نبلغ من غير دليل؟ مينفعش. طب والعمل؟ قوليلي الاول، معايا ولا مش معايا؟ لا معاكي طبعا. انا بجد مش عارفه ازاي صدقته، ازاي قدر يضحك عليا كده. امال انا اقول ايه؟ انت عارفه انه زور ورق واخد السرايا مني انا وبناتي. السرايا؟ ما كنتش عارفه ان سامي وحش قوي كده. ايه ده، معقوله يعمل كده؟ خد منك السرايا وهو عارف انها بالنسبه لك الدنيا والحياه واسم العيله؟ انا مش قادره اصدق بجد كل اللي بيحصل. خد منك السرايا عشان عارف انه لما ياخدها منك هيبقى بياخد منك روحك. هرجعها وقريب قوي، وانا اللي هاخد روحه. مش فاهم. شركة ريماس تعاملاتها غير سليمة. في كتير قوي من التعاملات دي أنا عندي استعداد أثبت إنها بطرق غير شرعية. طب وإيه المطلوب؟ عايز نشاطها يقف. ولا بإيدي إيه؟ أنا ببلغ سعادتك باللي أنا شايفه صح. يمكن يكون لك رأي تاني، أنا تحت أمرك. اسمع يا سامي، لعبتك مع ريماس أنا ماليش دخل بيها. أنا كل اللي يهمني في الموضوع ده كله إن شغلي يمشي. سواء كنت انت تمشي شغلي، ريماس تمشي شغلي، زي ما قلت لك شغلي يمشي. يعني انا مش فاهم. انت وريماس قدام بعض، واللي هيقدر على التاني هو اللي هيفوز ويكوش.
ايوه بس ده ما كانش اتفقنا. امال اتفقت معاك على ايه؟ ان بهاء يطير وانا اركب مكانه لمؤاخذه. لا انا اتفقت معاك ان اطير لك بهاء وتكون انت البديل الكفء مكانه. واذا هي اثبتت وجودها بقى فيبقى من حقها. سامي خد بالك من نفسك. بص يا سما، انا رايي ان انتوا تتخلصوا من كل حاجه، الشركة والسرايا وحتى القرية القديمة كمان. ووالدتك تخلص بقى من سامي ده بأي شكل. ولو كانت فعلا اشترت قرية في السخنة يبقى هو ده البيزنس بتاعنا. وننسى كل اللي فات. ايه ده؟ أنا عمري ما حسيت إن أنت ضعيف قوي كده. أنا كنت فاكرة إن أنت أكتر واحد عايز تنتقم منه. وأنا فعلا كنت عايز أعمل كده. عندي كره ناحية الراجل ده من اللي عمله فيا. بس أنا شايف كل ما بنصعد الأمور بتكبر أكتر. وملهاش نهاية في الآخر. احنا طموحنا ايه يا سما؟ طموحنا نعيش في سلام ونبني مستقبل، مش نخش في صراعات على مين هيسيطر على السوق. الحكايه ملهاش علاقه بالسيطره على السوق دي خالص. الحكايه ليها علاقه بحاجه واحده بس، عارف ايه هي؟ ايه هي؟ ان بني ادم ده سرقنا وخد حاجه مش من حقه، واحنا ما ينفعش نسيبها. قصدك السرايا؟ اه السرايا. ياه، اول مره اشوفك مهتميه قوي للسرايا بالشكل ده. ده انت اول واحده ما كنتيش طايقه تعيش فيها وعايزه تهاجري. ايوه بس ده كان زمان قبل ما افهم واستوعب اللي بيحصل. بص يا سلامه، السرايا دي بالنسبه لنا مش مجرد بيت احنا عايشين فيه، لا السرايا دي عيلتي كلها، كل حته فيها ماما ليها ذكرى فيها، وكل ركن فيها بابا كان عايش فيه. لما كانت ماما بتقعد تكلمني عن السرايا كتير وتقعد تحكي لي عن تاريخها العريق كنت بتريق، بس الحقيقه بقى ان احنا كلنا كنا لازم نستوعب الكلام ده كويس ونحافظ عليه وما نسيبهاش. على فكره يا سلام، سما معاها حق في كل حاجه بتقولها. هو انتوا فاكرين ان احنا ممكن نسيب السرايا كده عادي؟ لا طبعا. نسيبها لمين؟ ده بعيدنا. السرايا دي بيتنا، السرايا دي بتاعتنا، ملكنا وملك ولادنا من بعدنا يا سلام. ياه، أول مرة أخد بالي إن السرايا دي مهمة جدا. أقعد أقعد. كويس إن أنتوا كلكوا هنا. كنت عايزة أقول لكم إن أنا آسفة. أنا بجد آسفة. كل المشاكل اللي إحنا فيها دلوقتي دي أنا السبب فيها. أنا اللي ضيعت كل حاجة عشان ما فكرتش غير في نفسي بس، فضلت عايشة في الماضي كاني أقدر أعيده تاني. عشت مع الأموات ونسيتكم، نسيت إن أنتوا المستقبل اللي كان لازم أعمل له حساب. حقكم عليا. ماما رايحة فين يا ماما؟ تعبانة يا سما، تعبانة وعايزة ارتاح. ماما استني، ده مفتاح شقة يوسف، ممكن تروحي تقعدي هناك؟ لا 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 لا، سيبوني براحتي، أنا هدور على أي أوتيل بسيط كده أعرف أقعد فيه. يا مامي بليز، لو سمحتي اسمعي كلامنا ولو لمرة واحدة بس، وبعدين إحنا كده كده مش قاعدين، إحنا مسافرين. كلنا هنسافر ونسيب الشركة يعني؟ يا حبيبتي ولا هنسيب الشركة ولا هنسيب البيت، ده بيتنا اللي إحنا اتربينا فيه. بس مامي كل المسألة إن إحنا محتاجين شوية وقت عشان نعرف نفكر ونشوف إزاي نعمل الصح إن يرجع لنا كل حقوقنا. بص هي قالت لي على حاجة كده وأنا لازم أقولها لك عشان دي حاجة ما يتسكتش عليها. اللي هي إيه؟ اللي هي إنك أنت قتلت مرات كمال اللي كانت حامل واللي هو انتحر عشانها. بنت الكلب. أنا؟ أبداً وحياتك. أنا عارفة إنها كدابة وإنها عايزة تلفق لك أي حاجة عشان تخلص منك. دي هي اللي قتلت مش أنا.
وعندي ورقه بخط ايديها وماضي عليها بتقول هي اللي قتلت. يا نهار اسود، طب ما تقدم الورقه دي واخلص من اللي هي بتعمله فيك. طب وانا هستفيد ايه؟ تستفيد ايه؟ تستفيد انك تريح دماغك من الصراع اللي بينك وبينها ده. انا مش عايزها تتسجن، انا عايزها تتعذب. وتاني حاجه وده الاهم، انا عايز اخد كل اللي انا عايزه. انا اشتغلت في الشركه دي سنين طويله، كنت بعمل كل حاجه وبمشي كل الامور، ما اجيش بقى في الاخر واطلع بلبوس. طب سامي، هو في حاجه كده انا كنت عايزه افكرك. انا فاكر، والفلوس هتكون عندي خلال اسبوع بالكتير. طيب في حاجه تانية. ايه هي؟ هي عايزاني اشاركها في الشغل اللي هي بتعمله. طب وماله؟ بس انا معيش اشارك حد. انا معايا وانا اللي هدفع. بس لما اكتب العقود باسمك هي هتعرف ان انا متفقه معاك. ومين قال ان العقود هتبقى باسمي؟ العقود كلها هتبقى باسمك انتي. وازاي يعني؟ انت اللي هتدفع والحاجه تبقى باسمي انا؟ سليم، انا وانتي واحد. لا، في الشغل انا ما بحبش كده ابدا. بص بقى، انا ما عنديش غير الحل ده. سامي، اوعدني ان دي تبقى اخر حواراتك مع ريماس بقى ونخلص. حاضر، وحيادك عندي. على فكره انا فكرت في فكره شريره قوي. اللي هي ايه؟ اللي هي انك انت تبيع كل الحاجات اللي في السرايا عند بتوع الربابيكيا. يعني قدام عينيها كده تشوف كل التحف والانتيكات بتاعتها اللي كانت قاعده تحافظ عليهم العمر ده كله بيترموا في الشارع قدام عينيها وهي مش قادره تعمل اي حاجه. سبحانك يا رب، ان كيده عظيم. لا طبعا انا بهزر، اوعى تعمل كده. بقول لك ايه يا سامي، هو انا ينفع اقعد في السرايا؟ ينفع اكيد طبعا. يعني ممكن تبقى بتاعتي؟ هو في حد في الدنيا دي يستحق يقعد في السرايا غيرك؟ بجد؟ طبعا بجد. دي بقى عربون الاتفاق. طيب مفيش عربون محبه؟ بوسه مشبك؟ لا ده بعينك بعد ما توفي بوعدك يا استاذ. اعتبري كل اللي انت قلتيه حصل، واي حاجه انت عايزها برضو اعتبريها انها حصلت. هيحصل كل اللي انت عايزها، هيحصل. ما نشوف. لا يوسف ولا سلامة طمعوا في فلوسنا، ولا حد فكر ولا لمح حتى إنه عايز يعيش في السرايا. أنا بس اللي كنت شايفة إن كل الناس طمعانة فينا، كنت عايشة في وهم. لأ برضو مش وهم، أنا ما كنتش غلطانة في كل حاجة، كنت خايفة على اللي عملته، خايفة على السرايا وعلى الفلوس وعلى العيلة، بس خفت من الناس الغلط. كان لازم أخاف من سامي، أخاف من عاطف، أخاف من القريبين مني مش البعيد عني. كده اصل
اصل ايمان يعني مسكت فيا وصممت ان انا اقعد معاهم شويه. اقعدي يا ما حبيتش اقول لها لا عشان ما تحسش ان انا لسه زعلانه او متضايقه. ده انا كنت هموت واشوفك، قلبي كان وكلني عليكي قوي. انت بقى ناويه تقعدي هنا وتسيبي الفندق؟ يعني هقعد شويه كده، احسن حاجه عملتيها ان انت جيتي. وانت تفتكري ان انا ممكن اسيبك؟ ربنا يخليكي ليا يا نبيله، كل حاجه مسيرها تبان، ساعات بتبقى متاخره. بس بالعكس، كل حاجة بتيجي في وقتها بالظبط. مش مهم اللي حصل، المهم انك ترجعي تقفي على رجليكي تاني، والكلب ده يخرج من حياتك خالص. هيحصل، هيحصل. ايوه، مش لازم خالص يقعد في السرايا، لازم يخرج منها.